السادة الوزراء، السيدات المستشارات المحترمات، السادة المستشارون المحترمون، عملا بأحكام الفصل 100 من الدستور ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يخصص المجلس هذه الجلسة لأسئلة السيدات والسادة المستشارين وأجوبة الحكومة عليها. قبل الشروع في تناول الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول الأعمال، أعطي الكلمة للسيد الأمين لإطلاع المجلس عن ما جد من مراسلات وإعلانات. تفضل سيد الأمين. شكرا السيد رئيس المحترم، السيدين الوزيرين المحترمين، السيدات والسادة المستشارون المحترمون. توصل المجلس من مجلس النواب بمشروع قانون التصفية رقم 23-21 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019، وطبقا لمقتضيات المادة 296 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، توصلت رئاسة المجلس خلال الفترة الممتدة من 21 دجنبر 2021 إلى تاريخه بما يلي: عدد الأسئلة الشفهية 28 سؤال، عدد الأسئلة الكتابية 9 أسئلة، عدد الأجوبة الكتابية 4 أجوبة. وبناء على مقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، توصلت رئاسة المجلس بطلبي تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية تقدم بهما كل من فريق تجمع الوطن الأحرار ومجموعة العدالة الاجتماعية حول ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم. وقد أحيل على الحكومة داخل الأجل المحددة والتي عبرت عن استعدادها للتفاعل معهما في إطار وحدة الموضوع. وفي الأخير نحيط المجلس موقر بأننا سنكون على موعد مباشرة بعد نهاية هذه الجلسة مع جلسة عامة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروعي القانونين الجاهزين التاليين: مشروع قانون رقم 43-21 يقضي بتغيير وتثميم الظاهر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 193-228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 10 سبتمبر 1993، المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان. مشروع قانون رقم 44-21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1207 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد الأمين. نشرع الآن في معالجة أسئلة المحور الأول الموجهة لقطاع الداخلية حول برنامج محو الفوارق المجارية والاجتماعية والتي تجمعها وحدة الموضوع. في البداية مع سؤال فريق تجمع الوطني الأحرار وموضوعه برنامج محو الفوارق المجارية والاجتماعية. الكلمة لأحد السادة من الفريق، تفضل. شكرا سيد رئيس، سيدين الوزيرين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. سيد الوزير المحترم، يعرف الوسط القروي والمناطق الجبلية موجات برد قاسية تزيد من حدتها ضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية بهذه المناطق، مما يضاعف من معاناة ساكنتها بالرغم من التدابير الاستباقية المتخذة للحد من أثارها، مما يستدعي بذل مجهود مضاعف سواء فيما يتعلق بتأمين سلامة الطرق أو توفير خدمات طبية ضرورية، وخاصة خدمة الإسعاف الطبي وضمان إيصال المؤونة الضرورية ومواد تدفئة لساكنة تلك المناطق وعلف الماشية، علما أن هناك مجهودات جبارة تبذلها الإدارة الترابية بكل أجهزتها لتخفيف من أثر هذه الموجة الموسمية. سيد الوزير المحترم، ما هي التدابير المتخذة للتدخل بشكل استباقي للحد من أثر موجة البرد بالمناطق القروية والجبلية، وما مدى مساهمتها في تجاوز موجة البرد؟ وشكرا. شكرا السيد المستشار. السؤال الثاني موضوعه محو الفوارق المجارية والاجتماعية، الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق أسرار المعاصرة لتقديم السؤال. تفضل السيد المستشار لتقديم السؤال. شكرا السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. في إطار تنزيل التعليمات الملكية بشرت وزارتكم برنامجا. كاين شي مشكل دابا الإخوان، التوقيت اللي عندكم كل فريق عنده 9 ديال الدقائق. المحور الثاني مباشرة، المحور الأول. إذن نعطيو الكلمة للتجمع عند وزير المحور الأول. تفضل
ما كاين مشكل، تفضل السيد المستشار، يمكن لك تعاود السؤال ديالك. السيد المستشار من الفريق تجمع الوطني الأحرار، تفضلوا السيدات والسادة، ماشي مشكل. السيدان الوزيرين المحترمين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، السيد الوزير المحترم، منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017 حيث رصدت له إمكانيات مالية مهمة من أجل فك العزلة عن الساكنة المعنية وتمتيعهم بالخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وكذا مدهم بالماء الشروب وربطهم بالشبكة الكهربائية وفق برنامج عمل محدد وأهداف واضحة. وقد ساهم هذا البرنامج عبر المشاريع الموجزة في تخفيف معاناة ساكنة العالم القروي، إلا أن مجال تدخله يبقى غير كافي ويستدعي مضاعفة الجهود قصد معالجة الاختلالات والتفاوتات التي يعرفها الوسط القروي وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية ولا سيما في الجهات التي تعرف معدلات مرتفعة من الهشاشة. السيد الوزير المحترم، ما هي حصيلة هذا البرنامج وما هي الإجراءات المتخذة لتوسيع مجال تدخله بما يضمن تحقيق العدالة المجالية بين الجهات؟ وشكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. السؤال الثاني موضوعه محو الفوارق المجالية والاجتماعية، كلمة لأحد المستشارين من فريق الأسرة والمعاصرة، تفضل السيد المستشار المحترم. شكرا السيد الرئيس، السيدين الوزيرين، السيدات والسادة المستشار المحترمين. السيد الوزير المحترم، في إطار تنزيل التعليمات الملكية باشرت وزارتكم برنامجا لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير المعتمدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج وشكرا. شكرا السيد المستشار. السؤال الثالث موضوعه التدابير المتخذة للحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية، الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق استقلال الوحدة والتعادلية لتقديم السؤال. شكرا السيد الرئيس، السيدين الوزيرين المحترمين. سؤالنا السيد الوزير، سؤال فريق الاستقلالي، ما هي التدابير المتخذة في برنامج حكومتكم للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية؟ وشكرا. شكرا السيد الرئيس. السؤال الرابع موضوعه الفوارق المجالية والاجتماعية، الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الحركي، تفضل السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس، سيدين الوزيرين المحترمين. سيد الوزير، لقد حقق برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية والذي حدد له سقف 2023 نتائج مهمة في مجال التنمية المجالية. وعلى هذا الأساس نسائلكم السيد الوزير المحترم حول ما يلي: أولا، ما هي خلاصة تقييمكم الأول لبرنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية؟ ثانيا، ما هو أفق هذا البرنامج الهام وما هو تصور الحكومة لضمان استدامته وتطويره؟ شكرا. شكرا السيد الرئيس. السؤال الخامس موضوعه تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاشتراكي، تفضل السيد المستشار. السيد الرئيس، السيد الوزير، نسائلكم حول تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي. شكرا سيد المستشار. السؤال السادس موضوعه برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، كلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لتقديم السؤال، تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس، سيدين الوزيرين، نسألكم السيد الوزير عن حصيلة برنامج محو الفوارق المجالية. السؤال السابع موضوعه محو الفوارق المجالية والاجتماعية، الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد العام للمقاولات المغرب لتقديم السؤال، تفضل سيد المستشار. السادة الوزراء، حول حصيلة عمل الحكومة من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية نسألكم سيد الوزير. شكرا. السؤال الثامن موضوعه حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال، تفضل سيد المستشار المحترم. نسائلكم السيد الوزير عن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي. السؤال التاسع
موضوعه برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية. كلمة لأحد السادة المستشارين من مجموعة الدستور الديمقراطي الاجتماعي لتقديم السؤال. تفضل سيد المستشار. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسيدين الوزيرين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أهنئكم سيد الوزير المحترم بتجديد ثقة في شخصكم الكريم وحضوتكم بتعيين السامي لصاحب الجلالة نصره الله للمرة الثانية على التوالي على رأس وزارة الداخلية التي دبرت بكفاءة عالية شؤون الوطن والمواطنين، آخرها أزمة كوفيد 19 والاستحقاقات للانتخاب التي عززت موقع بلادنا. فمنذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية بالعالم القروي سنة 2017 الذي تضمن عدة مشاريع، ومعلوم السيد الوزير أن محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي يمر أساسا عبر تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتحسين نسبة النمو لتمكين ساكنة العالم القروي من خلق ثروة وفرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل. ونحن في منتصف المجال الزمني لهذا البرنامج 2017-2023 نود منكم السيد الوزير المحترم أن تطلعوا الرأي العام الوطني على تقييمكم لما أنجز في هذا البرنامج وما هي أفاقه، هل هناك من صعوبات يجب العمل على تجاوزها؟ شكرا. شكرا سيد المستشار المحترم. السؤال العاشر، موضوع الإجراءات العملية المتخذة لتقليص الفوارق الاجتماعية المجالية والتي تفاقمت بسبب الوضع الوبائي. الكلمة لأحد السادة المستشارين من مجموعة كونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال. شكرا سيد الرئيس. نسألكم السيد الوزير حول الإجراءات العملية المتخذة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والتي تفاقمت بسبب الوضع الوبائي وارتفاع الأسعار. شكرا سيد المستشار. السؤال 11، موضوعه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي. وأطلع قبل إعطاء نعطي الكلمة للسيد المستشار بالله، اطلع كتب مكتب المجلس على إخبار وارد من السادة المستشارين مصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه وسعيد شاكر يفيد بتغيير تسمية مجموعة عدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة إلى العدالة الاجتماعية، وذلك وفقا لأحكام المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس. إذن أعطي الكلمة لأحد السادة المستشارين من مجموعة العدالة الاجتماعية لتقديم السؤال. تفضل السيد المستشار. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نود أن نسائلكم عن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، وهنا أخص بالذكر إقليم تاونات. شكرا. شكرا سيد المستشار. السؤال 12، موضوعه تعزيز فعاليات ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لتقديم السؤال. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. نسائلكم السيد الوزير حول التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز فعاليات ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية. شكرا السيد المستشار. الآن الكلمة للسيد وزير الداخلية المحترم للإجابة عن الأسئلة المتعلقة ببرنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده يوم 30 يوليوز 2015 بمناسبة عيد العرش المجيد، يتم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، والذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم وبالضبط 49.94 مليار درهم. وقد تم وضع هذا البرنامج على أساس نتائج الدراسة الميدانية المنجزة من طرف وزارة الداخلية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2014، حيث حددت هذه الدراسة
احتياجات البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية على مستوى 20,000 دوار في 1,272 جماعة. وقد سطرت لهذا البرنامج 3 أهداف استراتيجية، وهي فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك والمعابر تهدف إلى تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة مع الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية. تعميم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم. وأخيرا توفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، الشيء الذي سيؤدي إلى تحسن الظروف المعيشية للساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق. ويتم تمويل هذا البرنامج من طرف 8 شركاء، المجالس الجهوية ب20 مليار درهم 40%، صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية ب10.5 مليار درهم 21%، وزارة التجهيز ب8 مليار درهم 16%، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب4 مليار درهم 8%، وزارة التربية الوطنية ب3 مليار درهم 5%، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب2.5 مليار درهم 5%، وزارة الصحة ب1 مليار درهم، ووزارة الفلاحة ب1 مليار درهم 2% لكل منهما. ويتوزع الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج حسب مجالات التدخلات التالية: بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشآت الفنية ب35.2 مليار درهم، الكهرباء القروية ب2.3 مليار درهم، التزويد الماء الصالح للشرب 6.4 مليار درهم، تأهيل مؤسسات قطاع التعليم ب4.4 مليار درهم، تأهيل قطاع الصحة ب1.5 مليار درهم. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، وللإحاطة بكل الجوانب التي تم عرضها يشرفني أن أعرض عليكم منهجية وحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية من خلال الحكامة المعتمدة والأفاق المستقبلية، مرورا بالتقييم الأولي لمكوناته دون إغفال الآثار السلبية للوضعية الصحية التي تعرفها بلادنا والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا. فيما يخص حكامة البرنامج، لتحقيق الشروط المؤسساتية لإنجاح تنزيل هذا البرنامج والرفع من مستوى التنسيق بين كافة المتدخلين وطنيا ومجاليا، تم إعداد ووضع آليات الحكامة والتدبير من خلال إحداث اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والتي تضم في عضويتها 15 قطاعا وزاريا، والتي تشكل الإطار الاستراتيجي لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. كما تم إحداث اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تسهر على تتبع تنفيذ المشاريع وكذا المصادقة على المشاريع السنوية. كما تعمل هذه اللجنة على وضع توصيات تهم تقدم إنجاز المشاريع وتمويلها ومناقشة ودراسة المشاكل التي يطرحها الإنجاز والتمويل، وكذا إعطاء التوجيهات الضرورية لحل المشاكل والعراقيل التي تواجه تنفيذ هذا البرنامج. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بحضور ممثل اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. وأخيرا، اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برئاسة السادة الولاة الجهات، والتي تضم في عضويتها
رؤساء الجهات والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامبارزة لقطاعات حكومية على تتبع إنجاز وتحيين البرنامج الجهوي لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية على المستوى الترابي. إضافة إلى ذلك، تم إحداث لجنة تقنية وطنية تضم في عضويتها ممثل وزارة الداخلية إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية المساهمة والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكسب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي تعقد اجتماعاتها مع اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تحضيرا لعقد اجتماعات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وذلك بهدف مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي ومناقشة المشاكل التي يطرحها الإنجاز والتمويل وكذا إعطاء التوجيهات الضرورية. وبخصوص تأسيس المساطر المتعلقة بتنفيذ البرامج، تم إعداد دليل للمساطر الخاصة بتنفيذه طبقا لمقتضيات الورقة المؤطرة للبرنامج في شهر مارس 2019 والذي تم تحيينه خلال شهر دجنبر 2020. ثانيا، حصيلة الإنجازات. يمكن تلخيص حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها على الشكل التالي: منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية 2017 حتى 2022 بقيمة إجمالية تناهز 41.36 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار كل مصادر التمويل. تم تحويل حوالي 33.5 مليار درهم منها. وبالنسبة لوضعية تقدم البرنامج على مستوى مخططات العمل 2017-18-19-20-21 إلى غاية 15 دجنبر 2021، فقد بلغت الاعتمادات الملتزمة بها حوالي 30.97 مليار درهم بنسبة 95.5% من المبالغ المحولة. أما الأداءات فقد بلغت 21.64 مليار درهم بنسبة 70% من الاعتمادات الملتزمة بها. وقد مكنت الاستثمارات من إنجاز المشاريع التالية: تأهيل الطرق والمسالك القروية، بناء وصيانة 12.881 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وكذا بناء وتقوية 116 منشأة فنية. فيما يخص قطاع التعليم، إنجاز 2176 مشروع بناء وتوسيع المنشآت التعليمية، 539 عملية شراء واقتناء وسائل النقل العام المدرسي، و165 عملية اقتناء التجهيزات الأساسية المدرسية. فيما يخص قطاع الصحة، إنجاز 533 مشروع بناء للمراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية، و764 عملية شراء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية وتجهيز المراكز الصحية. فيما يخص التزويد بالماء الصالح للشرب، فقد تم إنجاز 436 منظومة للتزويد بالماء الصالح للشرب، و16853 مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب عبر الضبط الفردي والمختلط وعبر النافورات، وأشغال تمديد شبكة التزود بالماء الصالح للشرب على طول 813 كيلومتر. فيما يخص الكهرباء القروية، فقد تمت كهرباء 627 دوار و2707 كانون بمنظومة الطاقة الشمسية، وتمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كيلومتر. وكما يتضح من خلال المنجزات التي تم تحقيقها برسم مخططات العمل لسنوات 17 إلى غاية 21، أن هذا البرنامج يعرف سنة بعد أخرى تقدما ملموسا من حيث النتائج المحققة. فيما يخص الآثار السلبية للوضعية الصحية التي تعرفها بلادنا بسبب انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، فقد تجدر الإشارة إلى أنه نظرا للوضعية الصحية التي تعرفها بلادنا بسبب انتشار الجائحة ومع تطبيق حالة الطوارئ الصحية، عرفت
تنفيذ البرامج بعض التغيرات المالية فيما يتعلق بالغلاف المالي المرصود لمخططات العمل برسم سنوات 2020-2021. بالنسبة لمساهمات الوزارة المشرفة على قطاعات التدخل عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والتي عرفت بعض الانخفاضات تتوزع على الشكل التالي: بنسبة 67% من حجم المساهمة المبرمجة بمخطط عمل سنة 2020، حيث انخفض مبلغ الاستثمارات من 3.48 مليار درهم في التقدير الأول المتوقع إلى 1.13 مليار درهم. بنسبة 38% برسم مخطط العمل لسنة 2021، حيث انخفض مبلغ الاستثمارات من 3.47 مليار درهم في التقدير الأولي المتوقع إلى 2.15 مليار درهم. وبنسبة 41% برسم مشروع مخطط عمل سنة 2022، حيث سينخفض مبلغ الاستثمارات من 3.57 مليار درهم في التقدير الأول المتوقع إلى 2.1 مليار درهم. وقد بلغ مجموع انخفاضات ميزانية مخصصة للبرنامج برسم مخططات العمل لسنوات 2021-2022 ما مجموعه 5.4 مليار درهم، مما اضطرت معه اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية إلى تعديل مخططات عمل برسم سنوات 2020-2021-2022، وذلك بالاقتصار على المشاريع ذات الأولوية القصوى. بالنسبة لسنة 2022، حيث يتم حاليا دراسة مخططات العمل لسنة 2022 خلال اجتماعات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تنعقد من 22 إلى 27 ديسمبر 2021، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 6.67 مليار درهم موزعة بين الشركاء على الشكل التالي: المجالس الجهوية 3.6 مليار درهم، صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية والقطاعات الوزارية المعنية 2.1 مليار درهم، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 510 مليون درهم، المكتب الوطني للماء للكهرباء والماء الصالح للشرب 460 مليون درهم. حرصاً على بلوغ الأهداف المسطرة في إطار تنفيذ البرنامج، تم وضع نظام للمعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة بمختلف جهات المملكة، وكذا تقييم مخططات عمل برسم سنوات 2017-18-19، وذلك بواسطة تشخيص مجالي للجماعات المعنية قصد تحديد مستويات التباينات بين الجماعات الترابية بمختلف الجهات، والذي على أساسه تم تحديد الأولويات وبالتالي تصنيف الجماعات المستهدفة في فئات ذات أولوية حسب قطاعات التدخل المعتمدة في إطار البرنامج. وتعتمد هذه المنظومة الرقمية لاستهداف المناطق الأقل نمواً على حوالي 20 مؤشراً لقياس الفوارق المجالية والاجتماعية المتعلقة بقطاعات التدخل المعتمدة في إطار برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، وهي كالتالي: بالنسبة لقطاع الطرق، تعتمد هذه المنظومة على مؤشرين رئيسيين وخمسة مؤشرات ثانوية. فالمؤشر الرئيسي الأول يقيس درجة ولوج ساكنة الدوار إلى الطرق المعبدة، والثاني يقيس مدى صلاحية وجودة هذه الطرق، كما يتم اعتماد مؤشر ثانوية لقياس جودة الطرق وسلامة وضعيتها. وبخصوص قطاع التعليم، فتعتمد هذه المنظومة على ستة مؤشرات، ثلاثة منها لقياس ولوج ساكن المدارج الابتدائية، والثاني لقياس ولوج ساكن الإعداديات، والثالث لقياس ولوج الثانويات، إضافة إلى اعتمادها على ثلاثة مؤشرات لقياس جودة هذه المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية.
أما فيما يخص قطاع الصحة فتعتمد هذه المنظومة على 4 مؤشرات. المؤشر الأول لقياس الولوج الجغرافي للمؤسسات الصحية الأولية، والثاني لقياس التغطية الصحية، أما المؤشرين الآخرين فهما لقياس جودة البنية التحتية وجودة التجهيزات الصحية. فيما يتعلق بالتزويد الماء الصالح للشرب فتعتمد هذه المنظومة على 5 مؤشرات. المؤشر الأول لقياس الضبط منظومة قنوات الماء الصالح للشرب بواسطة الضبط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب، والمؤشر الثاني بواسطة النافورات السقاية العمومية، أما المؤشر الثالث فهو لقياس درجة ولوج الأسر للماء الصالح للشرب. كما تعتمد هذه المنظومة أيضا على مؤشرين لقياس اختلالات وظيفية والاضطرابات الناتجة عن سوء تدفق مياه الشرب عبر الأنابيب، واحد لقياس هذه الاضطرابات على مستوى الضبط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب، والثاني لقياس اضطرابات على مستوى النافورات السقاية العمومية. أما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء القروية فتعتمد هذه المنظومة على مؤشرات لقياس الضبط بشبكة الكهرباء، والثاني لقياس جودة ولوج الساكنة إلى خدمات شبكة الضبط بالكهرباء، إضافة إلى المؤشر الذي يقيس اختلالات وظيفية للشبكة والاضطرابات التي تسبب في القطاع الكهرباء. وعلى صعيد آخر تم إنشاء قاعدة رقمية تضم أكثر من 33,000 دوار و 14,000 دوار فرعي لإجراء مسح شامل لكل أماكن الحياة على مستوى مختلف جماعات محلية بالمغرب، حيث تمت رقمنة ما يقارب 520,000 كيلومتر من الطرق، وتم تحديد أكثر من 22,000 مدرسة وأكثر من 2,000 مؤسسة صحية بإضافة إلى الخدمات المرتبطة بها. وتم اعتماد هذه المنظومة من طرف اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية من أجل إعداد مخططات العمل الجهوية لسنتي 2020 و2021، كما يتم اعتمادها أيضا لإعداد مشاريع مخططات العمل لسنة 2022، وذلك بمواكبة من طرف وزارة الداخلية ومساعدة تقنية من طرف مكاتب دراسات. إن هذه المنظومة التي أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد بشكل أفضل لحاجيات المواطنين، مع تحسين وتجويد الآليات لتحقيق الأهداف المعلنة بالتواريخ والآجال محددة لها مسبقا، وبالتالي التوجيه الأمثل للاستثمارات العمومية المزمع إنجازها في إطار هذا البرنامج في أفق 2023. فمن خلال تتبع تنزيل البرنامج برسم مخططات العمل لسنوات 2021، وكذا أثناء إعداد مخطط العمل لسنة 2022، تتضح نجاعة العمل بنظام المعلومات الجغرافية وخرائط الجماعات والدواوير المستهدفة الذي يتم اعتماده في تنزيل البرنامج، وذلك بواسطة التشخيص المجالي للجماعات، بحيث يتم توجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الأكثر فقرا وتهميشا تماشيا مع مبادئ وأهداف هذا البرنامج. وفي إطار آخر وتطبيقا لتوصيات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية المنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020، تم إطلاق الأوراش التالية: إطلاق دراسة حول التقييم الأول للبرنامج توجد حاليا في طور الإنجاز، بحيث من المقرر أن يتم عرض نتائجها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إحداث لجنة الافتحاص الداخلي تضم في عضويتها ممثلي المفتشيات العامة للقطاعات الوزارية للفلاحة، التعليم، الصحة والتجهيز، بتنسيق مع المفتشية العامة لإدارة الترابية لوزارة الداخلية، قصد القيام بمهمة الافتحاص الداخلي للبرنامج على المستوى المركزي و12 مهمة افتحاص داخلي على صعيد جهات المملكة للمشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز برسم مخططات العمل لسنوات 2017-2018-2019،
وتوجد هذه المهمة في مراحلها النهائية، ويبقى الغرض من اللجوء إلى إشراك مختلف المفتشيات العامة القطاعات الوزارية المعنية هو الوقوف على مكامن اختلالات البرنامج قصد تداركها في الوقت المناسب، وسيتم عرض نتائج مهمة الافتحاص الداخلي خلال انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية المقفل. إحداث لجنتين وطنيتين تضم في عضوتهما ممثلي القطاعات الوزارية المعنية بالبرنامج تتكلف بالتفكير ودراسة المقترحات التي سيتم رفعها إلى السيد رئيس الحكومة عن طريق اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي حول استدامة مشاريع منجزة في إطار هذا البرنامج، وهي على الشكل التالي: تسيير وصيانة مشاريع الطرق والمسالك القروية، صيانة وتسيير تجهيزات قطاع الصحة بما فيها الوحدات الصحية المتنقلة وسيارات الإسعاف التي تم اقتناؤها بموارد هذا البرنامج، كما تم الاتفاق والعزم على إحداث لجان أخرى ويتعلق الأمر بلجنة خاصة بتسوية الأوعية العقارية للمشاريع المزمع إنجازها في هذا البرنامج، لجنة خاصة بتتبع الدراسات المتعلقة بالمشاريع المزمع إنجازها في إطار هذا البرنامج مع مطالبة قطاع التجهيز والماء بتبسيط مصدر المصادقة على الدراسات، وذلك باقتصاد المصادقة على الدراسات من طرف المديريات الجهوية للتجهيز والماء ومد هذه الأخيرة بالوسائل اللازمة لذلك، لجنة خاصة بتشغيل وتوظيف المنشآت والبنية التعليمية والصحية لإيجاد الحلول لبعض المنشآت والتجهيزات التي تم إنجازها دون برمجة الموارد المالية والبشرية لتوظيفها. وفي إطار مواكبة وتتبع هذا البرنامج تقوم وزارة الداخلية في إطار اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بتتبع تنفيذ توصيات هذه اللجنة، وذلك من خلال مراسلة السادة الولاة الجهات رؤساء اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي وحثهم على تنفيذ التوصيات، وتتلخص هذه التوصيات فيما يلي: تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي هي في طور الإنجاز، العمل على إيجاد توازن لمخطط توزيع المهام الإنجاز بين مختلف الشركاء على صعيد الجهة لتخفيف الضغط على منفذ البرامج، العمل على تحيين المعطيات بالنظام المعلوماتي الخاص بالبرنامج، برمجة المشاريع فور التوفر على الدراسات الخاصة بها، مع العمل على تفادي تجاوز كلفتها نسبة 10%، توجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الأقل استفادة. من خلال تتبع تنزيل برنامج تقليص فوارق مجالي واجتماعي بالوسط القروي برسم مخططات العمل لسنوات 2017 إلى غاية 2021، وكذا مواكبة إعداد مخطط العمل لسنة 2022، تتضح أهمية منظومة التتبع وتقييم البرنامج المعتمدة في إطار هذا البرنامج، حيث مكنت من المساهمة بشكل كبير في تصحيح الاختلالات على الصعيد المجالي والاجتماعي من خلال ضمان الالتقائية في تنزيل المشاريع بشكل يمكن الفاعلين الجهويين من توجيه الاستثمارات العمومية في اتجاه المناطق الأقل نمواً قصد معالجة التفاوتات المجالية بين الجهات وداخل الجهة نفسها، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بهدف تمكين الساكنة القروية من الولوج إلى الخدمات الأساسية، وبالتالي الحرص على تنفيذ البرنامج تماشياً مع الرؤية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده. إن برنامج تقليص فوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يبقى برنامج تكميلياً للبرامج الحكومية الأخرى، له خصوصيته وظروف تنزيله، فهو لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل فقط كمساهمة لسد النقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها. ومن جهة أخرى، فإن رهان الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية
لا يقتصر على تحويل مزيد من الاستثمارات العمومية لتدارك الخصائص فحسب، بل يتعين توظيف هذه الاستثمارات للضعف من قدرات الجهات على مستوى استقطاب الاستثمارات وتقوية جاذبيتها وتنافسيتها الاقتصادية. إن مدة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي تشرف على نهايتها، حيث لم يتبقى سوى إعداد مخطط العمل لسنة 2023 بحول الله. لذا يتعين التوقف عند النجاحات التي حقق هذا البرنامج من خلال إنجاز مشاريع في قطاع التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء القروية، وتأهيل البنية التحتية لقطاع التعليم والصحة، وكذا بناء وتهيئة وإصلاح الطرق والمسالك القروية، مما يمكن الساكنة القروية من تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، الشيء الذي سيؤدي إلى تحسن الظروف المعيشية للساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق. إن كل هذه الإنجازات وكذا الخبرة المكتسبة من خلال منظومة تتبع وتقييم برنامج عبر تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وكذا نظام المعلومات الجغرافية وخرائط الجماعات والدور المستهدفة، والذي على أساسه يتم تحديد الأولويات حسب قطاعات التدخل المعتمدة، إضافة إلى مسألة تقوية وتطوير القدرات والكفاءات البشرية التي تعمل على تنفيذ البرنامج، تشكل رصيدا هاما يمكن استثماره في تنزيل برامج مماثلة مستقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الوزير المحترم. في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، أعطي الكلمة لفريق تجمع الوطني الأحرار. تفضل السيد المستشار. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أولاً بداية لابد أن نؤكد باسم فريق التجمع الوطني الأحرار على أننا متفقون جملة وتفصيلة مع ما ورد في كلمتكم السيد الوزير المحترم. فتدخل هذا البرنامج الدور ديالو يعني لا لن يعني ما يمكنش يتنكر له أي شخص بالنظر إلى الخدمات الجليلة التي قدمها، لأننا نعرف اليوم بأن هناك إجماع السيد الوزير على أن هذه الفوارق المجالية والاجتماعية التي شكلت عائقا حقيقيا أمام وما تزال في وجه مسارات التنمية التي نهجتها بلادنا إلى غاية اليوم، وذلك بسبب الفوارق الصارخة بين مناطق استفادت من حقها في التنمية والبنيات التحتية والخدمات الأساسية وأخرى لا تزال تعاني، ولا سيما في العالم القروي والجبلي على وجه الخصوص، وهنا أتحدث عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، ولا سيما في غياب العالم قلتك مع عفوا من غياب أبسط على وجه الخصوص من غياب أبسط الضروريات وعلى رأسها الطرق والماء والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأخرى من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. بالطبع السيد الوزير الوقت ليس للتفصيل في الأسباب في هذا الموضوع، بقدر ما يمكن أن نقول أن هذه الفوارق كانت نتاج نموذج تنموي قديم يعني جعل المغرب يسير بسرعتين متفاوتتين، مما عجل بوضع حد لهذا النموذج القديم واستبداله بنموذج تنموي يرتكز أساسا على تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية بكامل المغرب. بالطبع المغرب في البداية يعني لم يقف يعني مكتوف الأيدي أمام هذه الفوارق المجالية، وعمل إلى على تقريبا على يعني خلال عقدين من الزمن على تبني مجموعة من التدخلات العلاجية التي بنت قصورها، مثلا مثل البرامج ديال برنامج الطرق القروية، برامج بيرك باجير لتعميم الماء والكهرباء، وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله سنة 2005، والتي تندرج أيضا في إطار هذا السياق أي محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، والتي وصلت حاليا إلى مرحلتها الثالثة 2019-2023. ورغم كل هذه الجهود لم يستطع المغرب الحد أو القضاء على هذه الفوارق المجالية، مما حدا بالدولة إلى إطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية، حيث انطلق هذا البرنامج سنة 2017
إذن هو سيستمر إلى غاية 2023 واللي كيستهدف 12 مليون نسمة وكيحمل 20,800 مشروع يعني داخل 125 جماعة ورصد له غلاف مالي يصل إلى 55 مليار درهم. إذن هذا البرنامج كما أقول يعني يستهدف الجماعة الترابية الهشة وتقليص الفوارق المجالية فيها من خلال مجالات فك العزلة، الربط بالكهرباء ومياه الشرب وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع التعليم والصحة لفائدة قلنا هاد الجماعات الهشة. وقد أعطى هذا البرنامج أكله كما يمكن أن نقول نحن ذلك ونشهد على ذلك كجماعة ترابية وكمدبرين ترابيين، حيث تم بناء وإعادة تأهيل وربما هذه الأرقام قد جاءت يعني في كلمتكم، تم بناء وإعادة تأهيل أزيد من 10,000 كيلومتر من المسالك الطرقية والقروية وأزيد من 2,200 عملية بناء وإعادة إنجاز البنية التحتية في قطاع التعليم وتأهيل البنية التحتية لقطاع الصحة وشراء سيارات إسعاف ووحدات متنقلة وتجهيز المراكز الصحية والمستوصفات بالعالم القروي، إلى جانب إنجاز عدد كبير من منظومات الماء الصالح للشرب مع استفادة ساكنة العالم القروي من عمليات ربط فردي وجماعي بشبكة الماء الصالح للشرب إضافة إلى قطاع الكهرباء. وهنا لا يمكننا إلا أن ننوه كما قلت به ننوه بهذا المجهود ونحن واعون بأن وتيرة إنجازه عرفت بطئا رغم البطء بحكم يعني عرفت بطئا عفوا بحكم ظروف الجائحة، ونحن متأكدون بأنكم ستضافرون جهودكم بمعية مختلف الفاعلين المتدخلين كل في دائرة اختصاصه لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة لتحقيق الأهداف المتوخاة من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والرامية إلى تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية في هذه المناطق المعنية. السيد الوزير المحترم، تضم المجالات القروية في المغرب أكثر من 33 دوار ومركز قروي، وقد سبق لها أن استفادت كما سبق أن قلت من سياسات عمومية خاصة، لكنها لا تزال تعرف فوارق مجالية جد مهمة جدا في مستوى التنمية، فهي تعرف ضعفا فيما يتعلق بتوفير المرافق والخدمات والاستثمارات العمومية من أجل ضمان كرامة المغاربة وإطلاق دينامية اقتصادية شاملة ومستدامة لصالح الشباب والنساء، وفي إطار تحسين أداء الاستثمار العمومي في هذه المجالات ومن أجل تشجيع تدخلات الأنشطة المندمجة والتشاركية واعتماد مقاربة ترابية تساهم فيها كفاءات مغربية خالصة تدبر السياسات العمومية في هذه المجالات بحكمة ودراية ترتكز على التوزيع العادل للثروات على قلتها حتى يتمكن المواطن من الإحساس بأثار هذه السياسات على معيشه اليومي. لذلك فإننا نؤكد على أن تنمية المراكز القروية الصاعدة في الإطار هي الإطار الأمثل لجعلها قاطرة لتسريع وثيرة تنمية المناطق القروية. وعلى هذا النحو فإننا في فريق تجمع الوطني الأحرار نثمن المقاربة المعتمدة، إلا أننا ندعو إلى تعزيزها لأن هناك فرق بين الزمن الإداري والزمن التنموي، أو بمعنى آخر هنالك استعجالية المطالب التنموية للعالم القروي من فك العزلة وحاجة في الماء والكهرباء وخدمة التعليم والصحة وبطء المساطر الإدارية، مما يستوجب مزيدا من الإسراع في تقليص الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المدن والأرياف ومواصلة تخفيف عبء الهجرة القروية الذي تتحمله حاليا المدن الكبرى والمدن المتوسطة بوتيرة أفضل، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية من خلال تلبية الحاجيات على مستوى خدمات القرب وتقوية المهارات والتكوين المهني. السيد الوزير المحترم، لا شك أن التنمية المحلية تنطلق من قاعدة تنمية الدوار في إطار الجماعة الترابية بالإقليم والجهة، ولن تقوم قائمة لتنمية حقيقية بالجماعة الترابية إلا في إطار تحقيق شروط ذاتية وموضوعية يتبنى ويحتضن مشاريعها فاعلون محليون مباشرون وغير مباشرون وفي مقدمتهم المنتخبون، حيث تسهر وزارتكم على خلق ذلك الخيط الناظم لتنسيق محكم في تناغم مع السلطات المحلية والمسؤولين الإداريين والمشرفين على المصالح الخارجية لمختلف الوزارات وكذا الفاعلين المحليين من السياسيين الذين منحهم دستور 2011 دورا أساسيا في تأطير المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين النقابيين ورجال الأعمال الذين يسعون لتحسين ظروف عمل وسكن ومعيشة الأجراء والطبقة العاملة، والنسيج الجمعوي الفاعل في مختلف الدواوير، هؤلاء هم الواعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لتعبئة المجتمع في عدة قضايا مرتبطة بعدة إشكاليات مجتمعية ومجالية. لذا وجب العمل أكثر على الرفع من منح وزارة الداخلية المتعلق من منح وزارة الداخلية المتعلقة بمؤشر النجاعة الأداء المتتبع عفوا لمؤشرات الحكامة
والشفافية وإدارة النفقات والموارد المالية والبشرية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف خلق حوافز مالية إضافية لتعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات بالبلاد وتعزيز انخراط الجماعات الترابية في عمل تطبعه النجاعة والفعالية في التنفيذ، إضافة إلى تعزيز مستوى الجماعات التي تؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العامة وخلق جو من الثقة في العلاقة بين الإدارة والمواطن. السيد الوزير المحترم. شكرا السيدة المستشارة. الكلمة دائما في إطار التعقيب لفريق الأسرة والمعاصرة. تفضل سيد المستشار. السيد الوزير المحترم، انخرط المغرب في مجموعة من الأورش والمشاريع المهيكلة التي تجعله من خيار التنمية أمرا في غاية الأولوية، فقد تم إطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى للتنمية المستدامة وخاصة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما استتبعها من أوراش ترمي إلى وضع رؤية استراتيجية شمولية تنبني على التفعيل التدريجي للنموذج التنموي الجديد عبر إطلاق جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية ذات البعد المجالي والبيئي والسوسيو اقتصادي، خاصة فيما يتعلق بأوراش الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الهشة وتوفير البنيات الأساسية للقرب والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ آليات التضامن والتنمية البشرية. ومن المؤكد أن غاية برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية وتقليص العجز التنموي في العالم القروي وتقليص الفوارق التنموية عبر فك العزلة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، التعليم، الصحة، الماء، الشرب والكهرباء، وهو برنامج استطاع تحقيق نتائج نعتبرها في فريق الأصالة والمعاصرة جد إيجابية، لكن تبقى إلى حد ما غير كافية رغم أنها مكنت من إطلاق مشاريع لفك العزلة عن العالم القروي، تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للوسط القروي في مجال التعليم، تصحيح الاختلالات المجالية على مستوى الصحة، ضمان الولوج إلى الكهرباء في العالم القروي، تعميم الولوج للماء الشرب في العالم القروي، تحسين تغطية المناطق القروية بواسطة الشبكات الهاتفية والأنترنت. السيد الوزير المحترم، إن التوطيد الجهوية كخيار دستوري يقتضي ضمان التكامل والتناسق بين مختلف المناطق والمجالات الترابية، مما يجعلنا نطالبكم بضرورة استكمال تنزيل وتسريع هذا الورش باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، بما يتطلب ذلك من وزارة الداخلية من ضرورة مواصلة استكمال الترسانة القانونية وتعزيز معالجة التمايز المجالي وتنزيل مختلف اتفاقيات المبرمة، والعمل على تعبئة الموارد المالية والبشرية المؤهلة، والعمل على حسن مواكبة المخططات أو البرامج التنموية وتقليص الفوارق المجالية بالوسطين الحضري والقروي وفك العزلة على الوسط القروي والفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة، المسالك، الكهرباء، الماء الصالح للشرب. ضرورة الانخراط في تنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعزيز انخراط الشباب القروي في برامج دعم وتمويل المقاولات وإقرار تحفيزات مالية وضريبية للمستثمرين الخواص في الجهات الأقل نموا وفي العالم القروي بالخصوص. ضرورة تعزيز التكوين والتكوين المستمر للأطر العاملة بالوحدات الترابية والمستشارين الجهويين والمحليين. نقترح اعتماد معايير بديلة كإعطاء الأولوية في توزيع موارد الضريبة على القيمة المضافة بالجماعات الأقل تجهيزا من حيث البنية التحتية للتغلب على الاختلال المجالي والاجتماعي، وندعوكم إلى التفكير في أشكال جديدة مبتكرة من الجباية المحلية بما يضمن تنويع الجباية وتطوير مستويات التحصيل بما يحقق العدالة الجبائية. السيد الوزير المحترم، نعتبر في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن تفعيل النموذج التنموي ينبغي أن ينطلق من الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي يتيح فرصة لتعزيز وإغناء آلية لا تمركز والحكمة الترابية عبر أنماط مبتكرة وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية الجهوية والمحلية، بما يمكن المغرب من تحسين مكتسبات التنمية المحققة وإعادة توجيه البرامج التنموية وفي مقدمتها برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية. ومن هذا المنبر ندعوكم السيد الوزير إلى ضرورة إعداد استراتيجيات مناسبة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تستهدف على وجه الخصوص الفقراء والفئات الهشة بهدف عدم ترك أي أحد خلف الركب التنموي. السيد الوزير المحترم، رغم المجهودات التي تبذلها وزارتكم في هذا الإطار مشكور على ذلك، يبقى المشكل المطروح ومشكل الفقر والهشاشة. وأعطيكم مثال السيد الوزير، إقليم الزلال الذي
هو عبارة عن إقليم شبه معزول حيث تصل فيه عتبة الفقر إلى درجة متقدمة. نجد الأعمدة الكهربائية بجانب المنازل، لكن لا حول ولا قوة لهؤلاء الساكنة، لا يستطيعون ربط منازلهم بالشبكة الكهربائية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الفقر المفقر. السيد الوزير، لا يعقل أنه إذا نظرنا إلى الخريطة الطبوغرافية نجد بأن إقليم الزلال يحده جنوبا إقليم ورزازات، لكن للولوج إلى ورزازات أو العكس يتطلب 8 ساعات. لهذا نلتمس منكم السيد الوزير تخصيص دعم مهم لمنطقة لفك العزلة عن الإقليم ككل، وذلك بفتح محاور طرقية يربط الإقليم بالأقاليم المجاورة، وحتى يتأتى لنا خلق رواج اقتصادي بالمنطقة، وبالتالي تطوير الدخل الفردي لدى الساكنة. وشكرا. شكرا سيد المستشار. دائما في إطار التعقيب، الكلمة لفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، استمعنا كفريق استقلالي إلى تدخلكم القيم، وإننا إذ نشكركم على المعطيات التي زودتمونا بها والتي أبانت عن حرصكم الكبير على تنفيذ ما جاء في الخطاب العرش لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أعطى انطلاقة فعلية منذ 2015، وأنتم تجتهدون ومعكم السادة الولاة والعمال في مختلف الجهات والأقاليم. نعم، برنامج غير مسبق، هذا البرنامج الفريد الذي أولا أنه جمع مختلف المتداخلين في الوزارات، أن البرنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية تتدخل فيه مختلف الوزارات، هذا من جهة. ثانيا، هذا البرنامج حمل المسؤولية للفاعل الترابي، الفاعل الترابي من جهات وجماعات للنهوض بهذا البرنامج وإخراجه إلى حيز الوجود. هي فكرة صائبة ننوه بالمجهودات التي تبذل حاليا من طرف جل أو كل العمال والولاة في تنفيذ هذا البرنامج وخلق بصيص من الأمل، خاصة لدى شبابنا اليوم التواق، والذي يطلب منا أن نقوي ارتباطهم بالمجال القروي لكي نوفر لهم بطبيعة الحال الظروف الحياة الجميلة، الحياة الضرورية. لا نطلب الكماليات بقدر ما أصبحنا نلح على ما كان ضروري لارتباط الشاب بأرضه وبقريته. هذه القرى كانت سابقا سيد الوزير اعتمدت بلادنا على العناية بمحور الدار البيضاء طنجة أو الدار البيضاء الرباط قنيطرة إلى طنجة، وأغفلنا جل الجهات. اليوم بعد الدواوير سيد الوزير المحترم تعاني الهشاشة الفعلية، لا من حيث البنية التحتية ولا من حيث مكونات المفروضة للحياة، لا من جانب الصحة، لا جانب التعليم، لا الجانب ديال الإنارة والماء. وأعيش عن قرب في إقليم تاونات، لولا المجهودات التي تبذلها السلطة الإقليمية لا ما وصلنا إلى ما نصل إليه. الحمد لله هناك برامج، لا مشاريع كبرى ولا المشاريع الصغرى، والتي تشرف عليها وزارتكم السيد الوزير المحترم
لازلنا نطالب بالعناية الكبيرة لبعض الدواوير التي ترون أنتم سيد الوزير المحترم بكفاءتكم وجديتكم ترون أنها تستحق فعلا العناية الكبيرة حتى نسير بمغربنا وفق التطلع الكبير والرائد لجلالة الملك، ولا يمكننا أن نسير بخطوات كبيرة وجدية إذا كنا نسير برجل واحدة. فأرجلنا اليوم لا زالت تتطلب منا النهوض بجميع الدواوير التي تعاني من قلة المواصلات، المسالك الطرقية. لا معنى باش نديروا التنمية ونديروا المشاريع التنموية دون مسالك طرقية، دون ماء، دون كهرباء، فكلها نعول كبيرة كثيرا على كفاءتكم من جهة، وعلى الحكمة التي يتصرف بها هذا البرنامج، أن المغزى ديالو المغزى الفلسفة الكبيرة ديال البرنامج محو الفوارق المجالية والاقتصادية هي العناية بالأماكن وبالدواوير المهمشة والتي يشوبها ما يشوبها من ضعف في البنية. شكرا سيد الرئيس. بارك الله عليك سيد الرئيس المحترم. الكلمة للفريق الحركي، تفضل سيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، نشكركم على جوابكم وتفاعل معه. نسجل فريق الحركي ما يلي: أولا، نتمين عالي النتائج المحققة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والذي رصدت له ميزانية إجمالية هائلة قدرها 50 مليار درهم، استهدفت إنجاز مشاريع فك العزلة عن العالم القروي والربط بالشبكة الطرقية وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتعميم الكهرباء وتحسين عرض الخدمات الصحية والتعليمية. ثانيا السيد الوزير المحترم، استحضار لأهمية برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي ونحن على بعد سنتين من نهايته، لا بد من تقييم لنتائجه ولهفواته واختلالاته بغية تطويره وضمان استدامته لمرحلة ما بعد 2023، خصوصا وأن بعض المشاريع المبرمجة في إطار البرامج التي تلبي مطالب الساكنة بدقة ولم تأخذ بعين الاعتبار حاجياتها وأولوياتها. ثالثا السيد الوزير المحترم، نسجل أيضا أن الاعتمادات المحولة برسم مخططات عمل سنوات 2017 إلى غاية السنة الجارية المتعلقة ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بلغت 27 مليار درهم من أصل 50 مليار درهم كميزانية إجمالية مخصصة للبرنامج، مما يؤكد تماطل بعض الشركاء في الوفاء بالتزاماتهم، وبالتالي تبقى النتائج المحققة بعيدة عن الطموحات في ظل تواجد جماعات قروية ومناطق جبلية لم يتم بعد ربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وتبقى الخدمات الصحية والتعليمية والطرقية بها دون المستوى المطلوب. رابعا السيد الوزير المحترم، استحضار الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي وللوعود المتضمنة في برنامج الأحزاب الممثلة في الحكومة والمتعلقة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خصوصا الالتزامات المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية إلى أقل من 39% عودة 46.4% حسب مؤشر جيني. نسجل الفريق الحركي أن الحكومة لم تأتي بمشاريع وإجراءات في القوانين المالية. شكرا سيد الرئيس محترم. 2022. شكرا سيد الرئيس. دائما في إطار تعقيب الكلمة للفريق الشراكي، تفضل أحد السادة المستشارين. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، ونحن نستمع لما قدمتم في إطار تقييم البرنامج ديال محو الفوارق المجالية، لابد أن نعبر كفريق اشتراكي عن اعتزازنا بما حققته بلادنا في هذا الإطار، لكن لابد من إثارة مجموعة من الملاحظات المرتبطة بنتائج هذا المشروع الضخم.
أساسا في الفوارق المجالية اللي مازال كتعاني منها مجموعة ديال المناطق في بلادنا. اليوم في إطار تقييم هذا البرنامج هناك فوارق من جيل جديد إلا بغينا نتحدثوا، لأنه داخل جماعة قروية معينة هناك تفاوت في استفادة الضواوير من هذه المشاريع، لأنه كيف كان عارفوا مني كنكون أنا رئيس جماعة وعضو مجلس إقليمي وربما حتى عضو مجلس جهوي كان دير يدي ورجلي باش المشاريع المستهدفة للجماعة نجيبها ندواري، وإلا كان غادي ندخل الطريق بالبيست غنولي خصني ندخلها بالزفت، فخاص اعتماد معايير موضوعية لضمان دمقراطة الاستفادة ديال المغاربة وديال السكان البوادي على قدم المساواة من 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 هاد البرامج. أيضا تقييم ديال هاد البرامج يطرحوا سؤال الجدوى، لأنه كاين عدد ديال المشاريع تم إنجازها في العالم القروي كتنتظر تدخل ديال القطاعات الحكومية المعنية. كاين مستوصفات ما فيهاش أطر طبية، كاين دور الولادة مازال مسدودة. على سبيل المثال سيد الوزير، كاين مركز ديال تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي في جامعة باب برد إقليم شفشاون مبني مجهز واجد كيتسنى الأطر الطبية، وبالتالي لابد من مقاربة مندمجة ينخرطوا فيها القطاعات الحكومية بنفس الإيقاع وبنفس القوة اللي منخرطة فيها وزارة الداخلية والإدارة الترابية. كذلك اليوم وحنا في بلادنا كتواجه الجائحة، طبعا الجائحة مكنت من إعادة صياغة وتأصيل المفهوم الجديد للسلطة، كان مفهوم اللي أطر العهد الجديد بقيادة جلالة الملك واللي محتاجين اليوم كحكومة وكمنتخبين إلى يعني إعادته لصلب النقاش، و أطر الشراكات المفترضة ما بين الإدارة الترابية وما بين المنتخبين. المستوى الثالث اللي يمكن يكون مفيد في المستقبل من أجل تجويد هذا البرنامج هو إشراك المجتمع المدني وإعادة الاعتبار لقيم التطوع في بلادنا. المغاربة سيد الوزير بنوا طريق الوحدة بالتطوع، خاص إعادة الاعتبار للمجتمع المدني وضمان خيرات أوسع في برمجة المشاريع اللي كيجي بها هذا البرنامج، وضمان ديال التتبع والحكمة ديال مختلف المشاريع المنجزة من خلاله. شكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. الكلمة لفريق اتحاد العمل الشغالين بالمغرب، تفضل السيد المستشار. شكرا السيد الرئيس، ولذلك نثمن جواب السيد وزير الداخلية، وحيث أن هذه أول جلسة عمومية بمجلسنا الموقر خلال هذه الولاية نسائل فيها السيد الوزير، فهي بالنسبة لنا فرصة لتجديد التنويه بالنجاح الاستثنائي الذي ميز إعداد وتنظيم وزارة الداخلية للانتخابات التي مرت في ظروف جيدة. لقد وضع جلالة الملك حفظه الله من مواجهة الفوارق المجالية والاجتماعية أحد المقاصد الكبرى من وراء دعوته السامية إلى وضع نموذج تنموي جديد، وذلك خلال خطابه السامي في أكتوبر 2017 بمناسبة افتتاح سنة التشريعية. لذلك فقد نال هذا الموضوع حيزا وافرا ضمن التقرير العام للجنة النموذج التنموي، وهو الأمر ذاته الذي ترجمه البرنامج الحكومي. يتعين إذن التأكيد على اعتزازنا بالعمل الكبير الذي قامت به الدولة المغربية سيما منذ اعتلاء جلالة الملك على العرش فيما يتعلق بالتنمية البشرية بكل أبعادها، والاهتمام الذي أولاه جلالته لمختلف الفئات الهشة من أجل مواجهة الفوارق المجالية والاجتماعية، والتي كان آخر حلقاتها المشروع الملكي الضخم بتعميم الرعاية الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية غنيا عن البيانات. كذلك هذا هنا التذكير بواقع الفوارق المجالية والاجتماعية في بلادنا، والذي عرفته تقارير العديد من المؤسسات الدستورية في مقدمتها تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. لذلك فإن آمال كبيرة معقودة على هذه الحكومة لتدارك الخصائص ومعالجة فرص الضائعة التي أهدرت خلال العشرية الأخيرة، على الحكومة والإصغاء والتجاوب مع مطالب الشعب المغربي التي تشكل تقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية أحد مداخله المركزية. إن عملية التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية هي أبعد ما تكون من القضايا القطاعية، بل تشكل موضوعاً أفقياً يهم العديد من القطاعات الاستراتيجية والبرامج جاري تنفيذها، غير أن الإنصاف يفرض التنويه بالدور المركزي الذي تبذله وزارة الداخلية بجميع مكوناتها.
أخيرا لا بد من نلتمس من السيد وزير الداخلية، لأن احنا نطلبوا العكس، بدلا من يكون إقليم طنطان بلدية حضرية بغيناها ترجع للمجال القروي باش تستفيد من هذا الاستفادة، لأن الحقيقة أحسن منها مجال قروي. شكرا سيد وزير الداخلية. شكرا سيد المستشار. الكلمة لفريق الاتحاد العام لمقاولة المغرب. شكرا سيد الرئيس. نشكركم سيد الوزير المحترم على جوابكم وعلى المجهودات الوزارة من أجل إنجاح هذا الورش الكبير الذي انخرطت فيه بلادنا منذ سنة 2017. لقد عبر الاتحاد العام مقاولات المغرب منذ الإعلان الملكي عن مشروع الجهوية المتقدمة عن قناعته التامة بكون هذا الورش الاستراتيجي يمثل الوسيلة المثلى والحتمية لتحديث الجهاز المجالي ومؤسسات الدولة، ودأب على الدعوة إلى إرساء أسس قوية تهدف إلى تنمية القدرة التنافسية للجهات وجاذبيتها من أجل تشجيع الاستثمار، تعزيز التقائية الاستراتيجيات الوطنية وتوطينها الجهوي، المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في وضع خطط التنمية الجهوية. وفي هذا الإطار ينبغي أن تكون مخططات التنمية وتحديد الأولويات القطاعية من مسؤولية الجهات التي يتعين أن تتوفر على الوسائل اللازمة لتحقيق تنميتها وفقاً لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد. فالشراكة بين القطاعين العام والخاص على سبيل المثال تشكل آلية فعالة لتمويل الاقتصاد والاستفادة من الخبرة والنجاعة والتنافسية التي يتميز بها القطاع الخاص كما جاء في خطاب العرش لسنة 2017. إضافة إلى ذلك ينبغي اعتماد استراتيجية للتسويق الترابي بشراكة مع الفاعلين المعنيين، تقوم أساسا على توفير المعلومات الخاصة بكل جهة وتتمين المؤهلات الجهوية والفرص الاستثمارية وإعادة تفعيل اللجان الجهوية لمناخ الأعمال. ومن الضروري أيضا تنمية المناطق الصناعية في كل الجهات، إذ يتعين أن تتيح الدولة للجهات وعاء عقاري كافي يتلائم مع حاجياتها الاستثمارية، ومن جهة أخرى تشجيع الاستثمار الإنتاجي من خلال تسهيل الولوج إلى الأراضي والمناطق الصناعية مع إمكانية تأجيرها. إضافة إلى ذلك يتعين تسريع ورش مراجعة قانون رقم 4706 المتعلق بالجبايات المحلية بهدف تجميعها وتفعيلها وفق لمخرجات المناظرة الوطنية للجبايات لسنة 2019. السيد الوزير المحترم، نقترح في الاتحاد العام مقاولات المغرب مجموعة من التدابير، نذكر منها نقل وتعزيز اختصاصات الجهات واعتماد نص تنظيمي لنقل تخصص الاختصاصات على أساس نظام تقييم مؤهلات كل جهات، تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما في القطاعات الأساسية من تعليم وصحة. وفي الختام فإننا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب نجدد انخراطنا التام في إرساء جهوية متقدمة فاعلة قادرة على محو الفوارق المجالية والاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وشكرا. شكرا سيد المستشار. الكلمة الآن لفريق الاتحاد المغربي للشغل. سيد الوزير، في الوقت الذي نسجل فيه بكل افتخار عدالة مجالية واجتماعية في الاستفادة من عملية التلقيح، نسجل مع كامل الأسف معاناة على مستوى الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تتجلى أولا في غياب الربط الطرقي بين الدواوير والقرى، عدم تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والعشوائية في تنظيم الاستفادة منه وتوزيعه، الغياب الكلي للربط بشبكة الواد الحار، غياب شبه كلي للإدارة العمومية بالعالم القروي، تمركز أغلب الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل وتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الخط المتمدن الساحلي بين طنجة وأكادير. نسجل كذلك صعوبة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية إن على مستوى التعليم بنيات مهترئة للمدارس التعليمية أو ما يسمى بالفرعيات، الغياب الكلي للمراهنة على المدارس المجموعاتية، التمييز في التعيين بالتعليمات في التعيينات بالعالم القروي وتأثيرها على جودة التعليمات، الاكتضاد هي والتعلمات، الاكتضاد هو السمة الأساسية للأقسام التعليمية، البعد الكلي عن عالم الرقمنة وتقديم الخدمة عن بعد مما يجعل الاستحالة للتعليم عن بعد، المستوى الصحي،
المراكز الصحية تفتقد للتجهيزات والمعدات المختصة، الغياب الكلي للأطر الطبية والتخصصات منها، غياب العناية الاجتماعية للنساء والرجال الذين يكدحون في العالم القروي وهوامش المدن، وغياب المؤسسات الاجتماعية لتأطير الشباب من دور الشباب وملاعب رياضية وقاعات ترفيهية. الخلاصة السيد الوزير أن 50 مليار مخصصة لهذا البرنامج الذي استنفذ 5 سنوات من أصل 7 يجسد خمس ميزانية 2022، وهي ميزانية جد هامة، ولا زال أملنا السيد الوزير كبير في إنصاف العمال الزراعيين وعائلتهم بالعالم القروي وكل فئاته الأهشة، ولن يتأتى ذلك دون المراجعة الجذرية لمضامين ومناهج العمل، لا سيما أنكم تحدثتم السيد الوزير على أن هناك محطة لتقييم ما تم القيام به لحد الآن، وشكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. الكلمة لمجموعة الدستور الديمقراطي الاجتماعي. تفضل السيد المستشار. أشكركم على جوابكم المستفيض وعلى عرضكم القيم السيد الوزير، لكن يبقى الإشكال الذي يفرض نفسه في تنزيل هذا البرنامج هو ثنائية الزمن الإداري والزمن الاستعجالي للتنمية والذي لا يقبل الانتظار. هناك إشكالات متعددة تتعلق ببطء التنسيق بين المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج والتدبير القانوني الذي يصطدم بالواقع القانوني الذي يرتبط بصعوبات توفير العقارات اللازمة لإنجاز البرنامج أو لوضع البرامج الاستثمارية لتنمية بالعالم القروي. تحضرني أمثلة كثيرة تشكل واقعا بالجهة التي أنتمي إليها وبالخصوص منطقة الغرب، الجماعات السلالية وأخص بالذكر الجماعة السلالية المهدية، تم تفويت عقارات في ملكيتها لفائدة استثمارات كبرى، إلا أن المدخرات الناتجة عن هذه الاستثمارات لم يتم منحها لذوي الحقوق. فيهم أغلبية تعاني الهشاشة والفقر، وفيهم أرامل ومصدر رزقهم الوحيد هو البحر، لكن لا حول ولا قوة لهم، فهم في حاجة إلى هذه الأموال، بل هم في حاجة إلى الدعم. سيد الوزير، أنتم تعرفون أن هذه المناطق بالغرب تتوفر على عقارات سلالية ذات قيمة عالية للاستثمار الفلاحي والصناعي وحتى السياحي كذلك، لكن صعوبة مصادر الاستثمار فوق هذه الأراضي تعرقل خلق مشاريع محلية واستغلال هذا الرصيد العقاري لفائدة الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل. لأجل ذلك سيد الوزير، نلتمس من سيادتكم في سياق الحديث عن مواجهة الفوارق المجالية بالعالم القروي تبسيط وتسريع مصادر ترشيد هذا الرصيد العقاري السلالي والحفاظ على حقوق السلاليين والسلاليات لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي بالمناطق القروية ولفائدة شباب العالم القروي. شكرا. شكرا سيد المستشار. الكلمة لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تفضل. السيد الوزير، لقد أصبحت الفوارق الاجتماعية والمجالية من أبرز مظاهر الأزمة الاجتماعية العميقة التي أنتجتها الاختيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بخلفية نيوليبرالية رهينة التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، وقد فضحت الجائحة عمق الأوضاع الاجتماعية المزرية لشرائح واسعة واتساع دائرة الفقر والحاجة الاجتماعية. فبلادنا للأسف تعتبر من أكثر بلدان شمال إفريقيا التي تعرف اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويكفي أن نذكركم أن أكثر من 5 ملايين أسرة مغربية طلبت الدعم من صندوق تدبير الجائحة. إننا أمام إشكالية بنيوية تقتضي حلولاً وإجراءات هيكلية على مستوى الاختيارات الاستراتيجية التي يجب أن يجسدها قانون المالية، إجراءات تستهدف الدخل عبر تحسين فعلي للقدرة الشرائية وإقرار ضريبة على الثروة، ومجموعة من الإصلاحات الجبائية التي يمكن أن تجعل منظومتنا الضريبية عادلة ومنصفة. وكذلك لابد من خلق فرص العمل اللائق وتجويد الخدمات العمومية ومجانيتها، وخاصة التعليم والصحة، واستثمارات عمومية يتم توزيعها بشكل عادل بين الجهات، وبناء منظومة للحماية الاجتماعية شاملة ودائمة. السيد الوزير، إن تقليص الفوارق الاجتماعية هو في العمق بناء للدولة الاجتماعية بمضمون ديمقراطي يحقق الكرامة والمواطنة الكاملة لكافة بنات وأبناء شعبنا عبر إقرار عدالة تنموية مجالية تشمل جميع الجهات وأفراد المملكة. شكرا الرئيس. الكلمة لمجموعة العدالة الاجتماعية. تفضل أحد المستشارين. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، ننوه ونتمن مجهودات السيد الوزير الرامية إلى العدالة المجالية والاجتماعية كما يريدها صاحب جلالة النصر. سيد الوزير، الكلمة ديالي متعلقة بجول الجامعات والدواوير بإقليم تونات.
فرغم المجهودات القيمة التي تقوم بها السلطات الإقليمية بتونات، حيث تحقق مجموعة من المشاريع المهمة ولا سيما في الكهرباء مثلا، لازال إقليم تونات يعاني من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وكذا الهجرة القروية. فقطاع النقل عرف تدهور كبير بمجموعة من الجماعات كجماعة مولي بوشتر الخمار، مولي عبد الكريم، لحد بوشابل، اثنين دولجة، الجبابرة، سيدي العابد وجماعات أخرى، مما يؤدي إلى استمرار معاناة العديد من السكان، وهو ما يستدعي تعجيل إصلاح الطريق الرابطة بين مولي بوشة ومولي عبد الكريم، وإعادة إصلاح الطريق الرابطة بين مولي بوشة وطرق أخرى يعني سد الوحدة، لأن هذه المناطق يعني أكثر من 80,000 نسمة كتستفد من هذه الطرق هذه. نطالبكم السيد الوزير بتسريع مشاريع الماء الصالح للشرب بهذه الجماعات. شكرا السيد المستشار المحترم. شكرا. الكلمة لممثل الاتحاد الوطني للشعب المغرب. السيد الرئيس، السيد الوزير، إنه موضوع دو سجون المهم هناك ما زلنا نعيش بمنطق المغرب النافع والمغرب غير النافع. هناك مناطق رغم مجهودات بعض الحكومات متعاقبة على تقليص الفوارق الاجتماعية، ولكن ما زال هناك مناطق تعيش الفقر والهشاشة ونسبة البطالة مرتفعة في بعض الجهات تفوق نسبة البطالة على المستوى الوطني. لهذا معالي الوزير، هذه الفوارق لا يعقل أننا نجلب الاستثمارات وهي مناطق اقتصادية كبيرة فيها جميع الوسائل المتوفرة، ونجد مناطق تتمنى أن تجد طريقا أو قنطرة لفك العزلة عنها. لهذا نقترح عليكم معالي الوزير باسم اتحاد الوطني للشغل اعتماد مقاربة تشاركية أثناء مختلف العمليات المرتبطة بإعداد نسخة ثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استفادة الأسر الهشة والفقيرة، السعي إلى ضمان مشاركة فعلية للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، جعل العقاب في ذلك الأراضي السلالية في صلب التنمية المجالية بالشكل الذي سيساهم في تحسين وضعية ذوي الحقوق لا سيما النساء، الإسراع بتنزيل ميثاق لا تمرد السيدة المستشارة المحترمة. والرفع من شكرا السيدة المستشارة المحترمة. شكرا. كلمة الآن لمعالي الوزير المحترم في إطار التعقيب. لا، الرد على التعقيب عفوا. شكرا سيد الرئيس. زيادة على ما تم صرده في ورقة اللي قدمت بخصوص هذا البرنامج، اللي بغيت يعني نقول زيادة على هذا، أن طريقة العمل ديال هذا البرنامج كيفاش جات، باش نعرفوا السياق فاش جا هذا البرنامج وشنو اللي جاي في المستقبل إن شاء الله. كيف كتعرفوا كاملين، الحكومات متعاقبة كانوا عندها برامج، لكن كانت جلها باش ما نقولش كلها برامج قطاعية، موالين الماء صوبوا البرامج الماء باجير إلى آخره، موالين الكهرباء ساعات مازال ما تدمش مكسب الكهرباء مع المكسب الصالح للشرب، مكسب الكهرباء دار برنامج الكهرباء القروية واحد وجود وذلك تذكروا وزارة التجهيز دارت برنامج ديال الطرق والمسالك القروية كتذكروا. حين جينا لهذا البرنامج في 2016 لأول مرة في بلادنا بتوجيهات جلالة الملك نصره الله، أن هذا البرنامج اللي كان توجد خصو يكون واحد النوع التنسيق، واحد النوع الالتقائية بين جميع البرامج اللي كتهم المجال ديال البنيات التحتية في هاد مجموعة ديال المناطق ديال بلادنا. وفي هاد الأساس باش جا هاد البرنامج واللي تخصص له 50 مليار ديال الدرهم، واللي في الأساس على أساسه تم العمل، بدينا فيه في 2017 وغيستمر إن شاء الله حتى 2023. بطبيعة الحال السادة المستشارين عارفين هاد الشيء لأنهم المغرب كامل، ما كيناش منطقة في مناطق بلادنا اللي ما استفدتش من هاد المشاريع، ما كيناش نهائيا شي منطقة اللي ما استفدتش.
وكاين مناطق استبدلت اكثر مناطق اخرى. هذه باش نكونوا واقعيين، هذا ديما هكا كيوقع في البرامج تسافر مناطق تسافر ضمن مناطق اخرى، لكن جل المناطق استفدت بطبيعه الحال. ديما يمكن نقولوا بان بواحد المنطقه ما دارتش الى اخره. البرمجه دارت على واحد على اسس اللي هي معايير اللي دقيقه، والهدف منها ان هاد المعايير تعطي لنا برمجه حقيقيه. والبرمجه كدار دارت برمجه اوليه، وكنجيو كل سنه كيتم تصحيح ديال هاد البرمجه. كاين اخوه اللي كانوا رؤساء الجهات كيعرفوا هاد المنطقه، لان وفي هاد المناسبه كنشكر الجهات لانهم مساهمين اساسيين في هاد البرنامج، ولانهم هما اللي وفروا 40% ديال التمويلات، يعني 20 مليار ديال الدرهم، والبرامج ديالهم تمشت على احسن ما يرام. وكنستغل هاد الفرصه باش نواب العمل اللي قاموا به الجهات. اذا قلت بانه البرمجه دارت على اسس اللي هي معقوله واسس معروفه من الجميع، والبرمجه دارت على المرحله ككل، لكن كاين تصحيح كل سنه على حيده كيتم تصحيح، كيتم الاولويات، يعني ماشي كنعاودوا من جديد، لكن كيتم تصحيح على اساس واش كاين اكراهات، واش كاين حاجيات اكثر. وفي هذا الباب ودا لاحظتوا بانني طولت حين كنتكلم على المؤشرات الى اخره، راه ماشي فقط باش نعمر الوقت، باش نقول بانه مع العمل اللي دار على الصعيد الفعلي في الارض، تم واحد النوع ديال البرمجه باش تحدوا الاولويات كل دواوير المملكه. اليوم جميع الدواوير في المملكه اللي هما تقريبا 46 الف دوار عارفين الحاجيات ديالو بالضبط. وحين كتم البرمجه يعني كيطلعوا لنا الدواوير والمناطق اللي محتاجه، تطلع بطريقه اوتوماتيكيه باش نعرفوا بان المناطق اللي هي محتاجه، واش محتاجه مسالك، واش محتاجه مستوصفات الى اخره. كاين اشكاليات باش نقولوا صراحة، كتلقى ضوا كيقول لك انا ما عنديش الطريق. ايه لكن حين كنحسبوا كنلقى باش نوصل له الطريق لك الدوار فيه 300 نسمه، خصني 50 70 80 مليون ديال الدرهم. واش غنمشي ندير 80 مليون درهم دور في 300، ولا ندير 10 طرقات 10 دواوير اللي كل وحده ب 8 مليون درهم؟ كاين اولويات حقيقه، كاين الناس اللي في مناطق اللي هي صعيبه، لكن كنشوفوا ما امكن اننا نوافقوا بين الحاجيات وبين الامكانيات. كانوا الامكانيات كان كل شيء، لكن الامكانيات كاينه، كنحاولوا ما امكن ان هذا الشيء بواحد النوع ديال المنطق باش يستفد اكبر عدد ممكن. هو الاهم هو انه يستفد اكبر عدد ممكن. عندنا اشكاليه اخرى والساده المصريين كيعرفوها، في الاول الناس كتطلب بيست، بغينا البيست. النهار اللي كنمشيو نصوروا فيه كنقول لا 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 بغينا الجودرون، علاش درتوا الفلان الجودرون؟ هذوك راكم عارفينها. هذا اشكال كبير عندنا، هذا الاشكال في المسالك، وعندنا اشكال في حاله فيما يخص الماء الصالح للشرب. جيبوا لنا الماء، نهار اللي تنجيبوا الماء للسقايه العموميه قلت لا حنا بغينا الكونتور اندفي، بغينا كل واحد يدخل له الماء للدار. عباد الله واش كل واحد في راس الجبل وغندوزوا الماء لكل واحد؟ ونكونوا معقولين شويه. نهار الاول نوصلوا الماء للدوار، نوصلوا في السقايه العموميه، ولا في المرحله الثانيه ان شاء الله نوصلوه لسميتو. هذا الشيء كان عندنا ود عقلته في الكهرباء. نهار اللي بدينا في الكهرباء ما الدواوير كانوا شي معطل شي سميتو. اليوم يمكن نقول لكم بان الكهرباء القضاويه تقريبا سالينا. شكون اللي بقى لنا؟ بقاو لنا مجموعه الحالات اللي كتلقى الديور مفرقين كل واحد. عندنا بعض الساعات، هذا عطيتكم على سبيل المثال، ما بقيتش عاقل المنطقه، عاقل ما نقولش المنطقه، حين حسبنا باش نوصلوا الماء والضوء للدار تطيح علينا تقريبا 28 مليون باش نوصلوا للماء والضوء. دابا بين دخلتكم بالله، واش نوصلوا للماء والضوء ولا نعطوا له فلوس يشري الدار يهود الفيلا؟ شكون اللي حسب؟ ما يمكنش نديروا 28 مليون باش نوصلوا للدار الماء والضوء لواحد السيد اللي ساكن في راس الجبل. وهادو حالات اللي عندنا زعما، ماشي. اذا الاولويات كيداروا باش البرنامج
يستفيد منه أكبر عدد الساكنة في جميع المناطق دي بلادنا. هذا البرنامج غينتهي إن شاء الله العام الجاي. طبيعة الحال غيت احنا كنديروا التقييم ديالو، الناس خدامين على التقييم جميع النواحي ديالو، من ناحية ديال البرمجات، من ناحية ديال الإعداد، من ناحية ديال يعني التنزيل. لكن خصنا نوجدوا من دابا نوجدوا البرنامج المقبل. واش البرنامج المقبل غيكون تتم لها البرنامج، علما بانك قلت هاد البرامج كيف كان البرنامج اللي قبل راه ماشي برامج اللي كيجيو كبرامج حكوميه، لكن هما تكميل لبرامج الحكوميه العاديه. واللي بالمناسبه والله شارونا بعض المستشارين اللي خص لا تمركز يكون اقرب الاجل باش يكون البرمجه والاعداد والتنزيل يكون على صعيد محلي. اهل مكه ادرى بشعابها، كل واحد كيعرف خرب بلاده، كل واحد كيعرف شنو خصو. لهذا خص البرمجه والتنزيل والاعداد والبناء يكون على صعيد محلي. وهذا ان شاء الله اللي غنخدموا عليه في القريب العاجل باش لا تمركز يدخل في حيز التنفيذ في القريب العاجل ان شاء الله. قلت فيما يخص البرنامج الجديد اللي غنخدموا عليه ان شاء الله في المستقبل، اللي خصو بطبيعه الحال ياخذ هاد الالتقائيه والتنسيق بين جميع القطاعات، هي مساله اساسيه. وزياده على هاد الفوارق المجاليه اللي كاينه في البنيه التحتيه، خصنا نزيدوا له قضيه مهمه اليوم واللي مهمه بزاف، هو التنميه الاقتصاديه، التشغيل وإيجاد مداخل قارة للساكنة، لأن ما حد ما كاين هادي راه ما درنا حتى حاجة. وشكرا. شكرا معي الوزير. وننتقل الآن لمعالجة أسئلة المحور الثاني الموجهة دائما لقطاع الداخلية حول التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقطات الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية والتي تجمعها دائما وحدة الموضوع. البداية مع السؤال غندوزو دابا دوماتيكيا للأسرة والمعاصرة. أخ ديال الكاميرا عطاك سؤال، يعاودوا ماشي مشكل، تفضل. يعاودوا السؤال ماشي مشكل. نعم السيد الرئيس. صافي السيد الرئيس، دوزوا برشا الأسرة والمعاصرة على خاطرك. تفضل السيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. السادة الوزراء المحترمون، السادة والسادة المستشارين المحترمون، السيد الوزير المحترم، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي قمتم بها هذه السنة لمواجهة البرد وتساقطات الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية من أجل تمكين هذه المناطق من مجابهة قساوة الظروف المناخية. شكرا. شكرا السيد المستشار. السؤال الثالث موضوعه التدابير المتخذة لمواجهة البرد والتساقطات الثلجية. كلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعاون لتقديم السؤال. تفضل السيد المستشار. سيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمون، السيدة والسادة المستشارون المحترمون، نسائلكم سيد الوزير ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الوزارة للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق الجبلية والقروية المهددة بالعزلة بسبب الثلوج والموجات البرد القارصة؟ وشكرا. شكرا السيد المستشار. السؤال الرابع موضوعه تداعيات موجة البرد والثلوج بالمناطق القروية والجبلية. كلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الحركي. تفضل السيد المستشار. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. في ظل موسم الشتاء تعيش العديد من المناطق القروية والجبلية تحت رحمة موجة البرد والثلوج وما لها من انعكاسات مجالية واقتصادية واجتماعية. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم حول التدابير المتخذة لمعالجة بنيوية حاسمة لهذه الوضعية المتكررة كل سنة. شكرا. شكرا السيد المستشار. السؤال الخامس موضوعه التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقطات الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
تفضلي السيدة المستشارة. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين، عن التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقط الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية، نسائلكم السيد الوزير. شكرا السيدة المستشارة. أن الكلمة للسيد لمعالي الوزير الداخلي للإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، أود في البداية أن أتقدم بالشكر للسيدات والسادة المستشارين المحترمين على حرصهم البالغ على تسليط الضوء على السياسات العمومية ومواكبة مجهودات السلطات العمومية والوقوف على ما تحقق من خدمات لفائدة المواطنات والمواطنين. تذكيرا بسياق وضع هذا البرنامج، أود أن أستحضر بكل اعتزاز المقاربة المولوية السامية الرامية إلى إعداد برنامج وطني للتخفيف من المخاطر الناجمة عن موجة البرد لفائدة ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية صعبة الولوج. إن العناية الملكية السامية واهتمام جلالته وحفظه الله المتواصل بشؤون جميع المواطنين خاصة في المناطق الجبلية والنائية يعكس مدى حرص جلالته على التفقد الفعلي لأحوال الساكنة المحلية وإحاطتها بكل أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والتساقطات الثلجية. تأسيساً على هذه الأهداف النبيلة، قامت وزارة الداخلية من خلال إعداد مخطط وطني سنوي شامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المنتظمة قصد مساعدة السكان المتضررين على تجاوز هذه الوضعية الصعبة. فمنذ شتاء 2008-2009 شهدت مجموعة من مناطق المملكة بشكل غير مسبوق تقلبات جوية استثنائية تمثلت في تواتر موجات من البرد والثلوج مع تسجيل انخفاض كبير في درجات الحرارة، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات العمومية عبر نهج مقاربة جديدة لمواجهة هذه التحديات الطبيعية غير المعتادة والتخفيف من آثارها على الساكنة المحلية خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية. ويمكن القول أن المملكة المغربية قد تمكنت بفضل التراكمات الإيجابية التي حققتها على مدى 12 سنة من إرساء منظومة متكاملة وفعالة قادرة على رفع التحديات التي تطرحها التقلبات المناخية، الأمر الذي مكن من تدبير فترات موجات البرد بالفعالية والنجاعة المطلوبة عبر تخفيف العبء على الساكنة المستهدفة على مستوى العمالات والأقاليم المعنية وتذليل مختلف الصعوبات والإشكالات التي تعترضها. فقد اتسمت هذه المنظومة ببرنامج عمل يهدف إلى استباق التأثيرات السلبية المحتملة لموجات البرد التي تضرب المناطق الجبلية المناطق المعنية بها وتوفير الحماية للساكنة وإعادة تأهيل البنية التحتية والتجهيزات، هذا فضلا عن تثمين تجارب ميدانية من خلال التقييم المستمر لخطة العمل المعتمدة. من أجل ذلك حرص البرنامج على تقوية الدعامات المؤسساتية الخاصة بهذه العملية، وذلك توخيا للفعالية وتحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق بين مختلف المتدخلين من خلال اللجنة الوطنية التي تضم مختلف الوزارات والقطاعات المعنية ومركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية واللجان الإقليمية لليقظة وتتبع التقييم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، إن المقاربة المعتمدة في تنفيذ هذا البرنامج تتميز باستراتيجية تقوم على تحديد مسبق للأهداف ودقة وسرعة في التدخل مع اعتماد منهجية تشاركية فعلية وعمل جماعي متواصل يقوم على التنسيق الكامل مع كل المتدخلين والفاعلين من قطاعات حكومية وسلطات إقليمية ومحلية ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية. ووفق هذه الرؤية التأمت اللجنة الوطنية الوزارية بتاريخ 17 نوفمبر 2021
لإلصاء سبل تطبيق المخطط الوطني برسم الموسم الشتوي الحالي 2021-2022، والذي يستهدف 1797 دوار ب 233 جماعة ترابية تهم 27 إقليم، ويستهدف 150468 أسرة بساكنة إجمالية تقدر بحوالي 800 ألف نسمة. وسعيا لاستهداف دقيق وفعال للساكنة المهددة بأثار موجة البرد والصقيع، تم تصنيف المناطق المعنية بناء على مجموعة من المعايير موضوعية، من ضمنها مدة العزلة المحتملة إلى 3 مستويات رئيسية: المستوى الأحمر ويهم الدوائر المهددة بالعزلة لمدة تفوق 7 أيام وعددها 654 دوار وساكنة تقدر بحوالي 250 ألف نسمة. المستوى البرتقالي ويهم الدواوير معرضة لخطر العزلة لمدة تتراوح ما بين 4 و 7 أيام وعددها 845 دوار وساكنة تقدر بحوالي 330 ألف نسمة. المستوى الأصفر ويتعلق بالدواوير المهددة بالعزلة لمدة تتراوح بين يومين إلى 3 أيام وعددها 298 دوار وساكنة تقدر 220 ألف نسمة. وبموازاة مع هذا المخطط الوطني الشامل، ينبغي التذكير بأن المقاربة الخاصة بالتدخل لتدبير موجة البرد والصقيع وعلى غرار المواسم الماضية ترتكز إجمالاً على 7 محاور ذات طابع اجتماعي تتمثل في الأساس في تقديم الخدمات الصحية من خلال إقامة مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة الملكية بتعليمات من صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وكذا مستشفيات متنقلة تابعة لوزارة الصحة، وتنظيم قوافل طبية مصغرة هذا الموسم نظراً لتداعيات الوضعية الوبائية، وكذا تنظيم زيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة عبر مختلف أقاليم المحصية، فضلاً عن تتبع حالات النساء الحوامل وتفقد المسنين الذين يعانون العزلة والوحدة، وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. تخصيص حصص دعم من المواد الغذائية والأغطية وتوزيعها على مستوى كل الأقاليم المعنية بمخطط موجة البرد، مع تأطير وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق. تقديم خدمات الإيواء والإغاثة، وذلك من خلال التكفل بالأشخاص في وضعيات الشارع وإيوائهم بوحدات استقبال آمنة. تهيئة منصات لنزول مروحية التابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المعبأة لتقديم الدعم لفرق التدخل الطبي الاستعجالي. توزيع حطب التدفئة والأفران على الساكنة المعنية وعلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الأمومة والواقعة في المناطق المستهدفة للمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد. توفير وتوزيع العلف مدعم للماشية، وذلك في إطار برنامج وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الفتح المتواتر للطرق وفك العزلة على الدواوير وتأمين الولوج إليها، والسهر على ضبط عمليات وطء الحواجز الثلجية لحماية مختلف مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات. وأخيرا تعزيز شبكة محطات الرصد الجوي لمراقبة ورصد الحالات الجوية وعناصر الطق المختلفة. سيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، على المستوى العملي والميداني فقد قامت مصالح الوزارة في هذا السياق على مباشرة عدة تدابير استباقية، من بينها على سبيل المثال للحصر تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل عند الحاجة، تفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية، إحصاء 4957 من النساء الحوامل على صعيد الدوائر المعنية حيث تم التكفل بهن بالمقبلات منهن على الولادة على مستوى المراكز الصحية ودور الأمومة وعددهن 308، التكفل ب 1868 شخصا بدون مأوى من خلال إيوائهم بوحدات استقبال آمنة، تعبئة 1323 آلية تابعة لمصالح الدولة
وكذا تلك التي هي في ملك الخواص مع تجنيد الاستثنائي ل 804 سائق من أجل ضمان التدخل السريع لفك العزلة عن المناطق المهددة منها، هذا بالإضافة إلى تأمين ربط هذه الدواوير بالشبكة الهاتفية بنسبة 88% مع ربط الباقي بهواتف اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وتبلغ نسبة ربط مناطق معنية بالشبكة الكهربائية 89.6%. تنظيم قوافل طبية على مستوى 13 إقليم معني بالمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى تدخل نوعي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن الذي يعتبر حاسما في مواجهة هذه التحديات من خلال برنامج تدخلاتها الإنسانية الهادفة إلى تقديم الدعم والمساعدة لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعالم القروي ولا سيما في المناطق الجبلية. ويكفي التذكير هنا بالحملات الطبية الثلاث التي نظمتهما المؤسسة منذ شهر نوفمبر الماضي بكل من أقاليم تازة وتونات وفيديد، والتي استفاد من خدماتها المتمثل في العملية الجراحية والعلاجات المتخصصة ما يزيد عن 18,000 شخص. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، لقد اكتسب المغرب والحمد لله تجربة مهمة في التعامل مع مثل هذه الظروف الطبيعية الصعبة، حيث نلاحظ جميعا المسار التصاعدي الجد إيجابي الذي يميز أداء مختلف المتدخلين في هذا الشأن، والذي يضاهي أداء الدول التي اعتادت على مثل هذه الظروف المناخية، مما يشكل مكسبا كبيرا وعنصر ثقة يجب الاعتزاز به واستثماره في التعاطي مع مختلف الوضعيات الصعبة التي قد تواجه مواطنينا في مختلف مناطق المملكة. وعيا بذلك يبقى التحدي كبيرا ويستلزم من جميع المتدخلين مركزيا ومحليا تعبئة قوية تناسب طبيعة الآثار المترتبة عن هذه المرحلة من مراحل السنة، خاصة على مستوى فك العزلة على الساكنة وفتح الطرق وضمان التموين العادي والحرص على ديمومة الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم. لقد أعطت التجربة على مر السنوات السابقة صورة واضحة عن مغرب التحدي، مغرب التضامن، ومغرب الإرادة القوية القادر على كسر جميع الرهانات ومواجهة جميع الصعوبات تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. لذا بنفس الروح والعزيمة ستواصل مختلف القطاعات المعنية الاشتغال وفق مقاربة استباقية تمكن من الإعداد الجيد لمواجهة التحديات التي قد تطرح مستقبلا، ومنهجية متجددة ومستمرة تتلائم مع هاجيات ومتطلبات الساكنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الوزير المحترم. في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير أعطي الكلمة لفريق التجمع الوطني الأحرار. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، في البداية السيد الوزير نهنئكم على تجديد الثقة المولوية السامية على رأس هذا القطاع الذي أبنتم من خلاله عن كفاءة عالية في تدبيره بشكل عام وتدبير ملف كورونا والانتخابات بشكل خاص. كما أشكركم على جوابكم السيد الوزير الذي تضمن معطيات مهمة تثبت بالملموس حجم الجهود التي تبذلها الإدارة الترابية تحت إشرافكم المباشر، منوهين باسم الفريق بالعمل الجبار الذي تقوم به الإدارة الترابية لمواجهة موجات البرد القارس خاصة بالمناطق القروية والجبلية. بالرغم من هذه الظرفية الوبائية الصعبة التي تجتاحنا فيها جائحة كورونا، منوها كذلك بالأدوار التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على تخفيف ثقل الجائحة والفقر على الساكنة المعوزة في هذه المناطق الجبلية والوعرة عبر قوافل وحملات تضامنية توفر خدمات جليلة لتلك الساكنة.
السيد الوزير المحترم، في مثل هذه الفترة من فصل الشتاء تتضاعف حاجية ساكنة هذه المناطق للخدمات الضرورية من قبيل تأمين الطرق والمواد الأساسية والخدمات الطبية وأعلاف المشية ومواد التدفئة والوقاية من الفيضانات، ناهيك عن ضمان استمرار دراسة التلميذات وتلاميذ تلك المناطق. فبالرغم من كل المجهودات المبذولة التي تقومون بها كإدارة ترابية من خلال لجان اليقظة بمعية كافة المتدخلين وعلى رأسهم صندوق التنمية القروية في فك العزلة وتعميم الماء والكهرباء، تبقى ظروف العيش الصعبة هي الطاغية في هذه المناطق التي لا تزال تنتظر مجهودا مضاعفا لتنميتها. نموذج الجنوب الشرقي وبعض المناطق في جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس وجهة بني ملا الخنفرة ومراكش أسفي وجهة سوس مسا، هناك معاناة حقيقية. لذلك فإن الوضعية تقتضي تقريب مختلف الخدمات خصوصا الطبية منها إلى الساكنة الجبلية والتي أصبحت أمرا ضروريا. في هذا الإطار ننوه في فريق التجمع الوطني للأحرار بمبادرة جلالة الملك الإنسانية بإقامات مستشفيات ميدانية عسكرية في هذه الجهات على مر السنوات الأخيرة وتزويد الساكنة التي تعزلها الثلوج بكل ما تحتاج من أغطية ومواد التدفئة والمواد الغذائية الضرورية لها حتى تمر أيام البرد القاري الصعبة في تلك المناطق التي تعرف نسبة هشاشة كبيرة. لذلك السيد الوزير، لابد من مضاعفة جهودكم من أجل فك العزلة على هذه المناطق والتوجه إلى إقرار التنمية فيها، خصوصا وأنها تتوفر على مؤهلات طبيعية تجعل منها أقطابا سياحية عالمية ذات جاذبية كبيرة. إن الرهان الحقيقي لتجاوز آثار موجة البرد القارس بالعالم القروي والمناطق الجبلية يكمن أساسا في تنميتها عبر استثمار مؤهلاتها الطبيعية والبشرية من خلال تنزيل برنامج وفق ما تضمنه تقرير النموذج التنموي الجديد الذي يسعى إلى إقرار التوازن المجالي بين الجهات وعلى رأسها مشاريع فك العزلة عنها وخلق بنية تحتية خاصة فيما يتعلق بصيانة وتأهيل المسالك الطرقية من أجل ضمان حركية أفضل من وإلى تلك المناطق، خاصة وأن الساكنة تتوزع على أماكن متباعدة تعرف تضاريس صعبة. وفيما يتعلق بالإجراءات الاستباقية المعتمدة في هذا الصدد، إذ لا يكفي فقط التركيز على تأمين الطرق الرئيسية أو تلك التي تعرف حركية كبيرة، بل يجب التركيز أيضا على المسالك الطرقية الثانوية المؤدية إلى القرى والتجمعات السكنية الجبلية، كما يجب العمل على خلق بنيات صحية قارة تضمن خدمات طبية أساسية وتتوفر على أطر طبية وتمريضية كافية للاستجابة لمتطلبات ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، خاصة في ظل الظرفية الوبائية الحالية بما سيمكن من تقريب الخدمات الطبية الأساسية من قبيل العلاجات الأولية، خاصة لفائدة المسنين والأطفال والنساء الحوامل، وتمكين فئة عريضة من ساكنة تلك المناطق من التطعيم ضد فيروس كورونا وضد الأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى ضمان مخزون كافي من الأدوية بالصيدليات والمستوصفات والمستشفيات الإقليمية، ناهيك عن تمكين التلاميذ من مواصلة دراستهم وتفادي الانقطاع المتكرر للدراسة عبر توفير خدمات النقل المدرسي ومواد تدفئة بالمدارس وتحسين الخدمات التي تقدمها دور الطالب والطالبة والداخليات بالمؤسسات التعليمية، وخاصة فيما يتعلق بالإيواء والإطعام المدرسي عبر تجهيز كافة المدارس القروية بداخليات بهذه المناطق. كما يجب العمل على تقوية بنية الاتصال والتواصل والحيلولة دون انقطاعها، مع النظر في إمكانية فتح رقم أخضر مع المتضررين وضرورة الإسراع بإخراج قانون الجبل. السيد الوزير المحترم، إيمانا منا بالدور المهم للمجتمع المدني التطوعي والتضامن المعروفة لدى المغاربة في تعزيز جهود وتدخلات الإدارة الترابية للتخفيف من آثار موجة البرد وفك العزلة عن المناطق المعنية، يجب العمل على تسهيل مهام الجمعيات العاملة في هذا الإطار ومواكبتها ماديا ومعنويا بالنظر لأهمية المبادرات التي تقوم بها في سبيل التخفيف من معاناة ساكنة القرى والمناطق الجبلية وتحفيز تلك الجمعيات للقيام على وجه الخصوص. شكرا سيد المستشار المحترم. الكلمة الآن لفريق أسرار المعاصرة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير،
تعيش العديد من المناطق الجبلية والنائية ظروفا صعبة لا سيما في فصل الشتاء بسبب موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية التي تؤدي في أغلب الحالات إلى محاصرة عدد من القرى والدواوير التي يوجد أغلبيتها في أقاليم وجماعات فقيرة غير قادرة على تهيئة بنية تحتية ملائمة لتأهيل المناطق واقتناء آليات والمعدات الضرورية التي تمكنها على الأقل من حل إشكالية الحصار والثلوج التي تعاني كل سنة، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمنطقة بركين التابعة لإقليم كرسيف، حيث نجد عدد من الدواوير بها تعاني من عزلة قاتلة تتكرر كل فصل الشتاء كدوار تمجيت ودوار بن مقبل وغيرها من الدواوير المجاورة، حيث تحاصر الثلوج المنطقة لأسابيع وتسجل ضحايا في الأرواح وخصوصا بالنسبة للأطفال والحوامل والمسنين، وهو الوضع الذي يتكرر كل سنة بعدد من المناطق الأقاليم المملكة، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم مورزازات وتنغير وخنفرة وصفرو وأزيلال وغيرها من المناطق. سيد الوزير المحترم، بالموازاة مع المجهودات التي تكب عليها وزارة الداخلية مشكورة وباقي السلطات العمومية بهذه الأقاليم، فإننا في فريق الأصالة والمعاصرة نقترح عليكم مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تساهم وتعزز مجهوداتكم، وهي كالتالي: العمل على تعزيز الاستعداد المراكز الصحية التي توجد في المناطق الباردة من أجل استقبال والتكفل الطبي للساكنة المستهدفة، وندعوكم في هذا الإطار وبالتنسيق مع وزارة الصحة إلى وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة والقوافل الطبية ونظام التكفل بالمستعجلات والتنقل المروحي للمرضى عند الحاجة، توفير الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية والموارد الصحية الكافية على مستوى هذه المراكز الصحية، وضع سيارة الإسعاف رهن إشارة المراكز الصحية بالمناطق التي تعرف تساقطات ثلجية كل سنة، كما تصب مقترحاتنا كذلك على إحصاء ومعرفة النساء الحوامل القاطنات بالدواوير التي تمكن أن تعرض للعزلة، وإحصاء المتشردين في جميع المناطق المغرب وإيوائهم أماكن آمنة، وتوزيع حطب تدفئة على مستوى مختلفة ومؤسسات تعليمية لمواجهة موجة البرد والثلج والثلوج، وكذلك إعادة برامج تنسيق مع وزارة التجهيز لفتح الطرق والمساكن المغلقة بسبب تساقطات الثلوج غير معبأة عدد من آليات المخصصة لإزاحة الثلوج. شكرا سيد المستشار. شكرا. أعطي الآن الكلمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. شكرا سيد الوزير على المعطيات المهمة التي تفضلتم بعرضها والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك المجهودات الكبرى والمتواصلة لمختلف مصالح الوزارة من الإدارة الترابية والوقاية المدنية ويقظتها للتدخل السريع لفك العزلة عن ساكنة العديد من الدواوير وفي تحسين آلية التدبير ورفع من مستوى الأداء في مجال الوقاية المدنية والإنقاذ من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية والنموذج السيد الوزير من جهة طنجة تطوان الحزيمة والتي يقوم فيها ممثل الإدارة الترابية والوقاية المدنية والمصالح الخارجية للوزارات المعنية بإشراف من السيد والي الجهة مشكورة على مجهوداته الكبيرة في جميع المجالات لضمان التنسيق والتكامل بين تدخلات الدولة والجهة والجماعات الترابية الأخرى وبين مختلف الوكالات للحد من مظاهر العزلة والمعاناة التي تعيشها ساكنة العديد من الدواوير الجبلية خصوصا بالمنطقة كتامة وإساقن وباب برد وجماعة مولاي أحمد الشريف وجماعة شقران وجماعة أكنول وغيرها. سيد الوزير، سيد الوزير المحترم، ما دامت المناسبة شرط فإن الحديث عن سرعة تدخل مصالح الوزارة في فك العزلة لا يحول دون تأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز تواجد مصالح الوقاية المدنية على مستوى مختلف المناطق الجبلية وتقوية قدرات المرافق العام وتطوير مهارات الموارد البشرية وتزويد فرق التدخل بوسائل لوجستيكية. وفي هذا الصدد فإننا في فريق الاستقلالي نجدد مطلبنا برفع من ميزانية مخصصة للقطاع خصوصا ما يرتبط ببناء وتجهيز وتحديث مراكز إغاثة وتزويد مصالح الخارجية بالمعدات التدخل قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على مستوى الوطني والاستجابة لمتطلبات تقسيم الجهوي الجديد. وفي الختام سيد الوزير المحترم، كلنا أمل في أن تجعل هذه الحكومة من التنمية العالم القروي والمناطق الجبلية
قضية مركزية في السياسات العمومية، وأن تسعى إلى تضافق الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية وغيرها من المشاريع التنموية المهمة، والتي من شأنها أن تحقق التصالح المنشود مع المناطق الجبلية والقروية. شكرا سيد المستشار. الكلمة للفريق الحركي. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، في إطار التفاعل مع المعطيات الواردة في جوابكم، نود في الفريق الحركي تسجيل الملاحظات والاقتراحات التالية. أولا، لا بد من باب الواقعية أن ننوه بالمجهودات الموسمية المبذولة والتدابير المتخذة من قبل لجنة القيادة المركزية ولجان اللياقة الإقليمية وكذا المديريات الإقليمية للتجهيز لمواجهة موجة البرد والصقيع في المناطق القروية والجبلية رغم الطابع الظرفي لهذه التدخلات. ثانيا سيد الوزير المحترم، إشكالية البرد والصقيع أضحت ظاهرة بنيوية تتكرر كل سنة شتاء بل حتى في باقي الفصول الأخرى نتيجة التغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا. من هذا المنطلق نسجل للأسف تعامل الحكومة معها بنظرة قطاعية ظرفية بدل اعتماد مخطط حكومي لتنمية مستدامة للمناطق القروية والجبلية المتضررة، مخطط مبني على مقاربة استباقية شمولية تقدم حلول نهائية لإشكالية وتعالج الأسباب بدل المراهنة على معالجة النتائج واستشراف الأمر الواقع. مقاربة تتطلب انخراط أكبر لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية لمعالجة إشكالية الصحة والتعليم وحماية المشي وتوفير الأعلاف وفتح الطرق والمسالك أمام حركة السير وضمان التموين بمواد الغذائية وتوفير حطب تدفئة بأسعار مدعمة تراعي القدرة الشرائية المتدنية لساكنة هذه المناطق مع ضرورة تدخل صندوق المقاصة لتخفيض أثمنة البوطان والكهرباء وتدخل صندوق التماسك الاجتماعي لدعم الأسر في هذه المناطق. ثالثا سيد الوزير، أوضاع ساكنة المناطق القروية والجبلية تحتاج إلى مخطط واعد ومندمج لتنمية الوسيط القروي والجبلي كمصدر للثروة المائية والغابوية ومصدر للخبز والمنتوج الفلاحي الموجهين للمدن لخلق مجتمع قروي مستقر، ومدخل تحقيق ذلك هو التوزيع المنصف والعادل للاستثمارات العمومية واعتماد التميز المجالي الإيجابي والتعجيل بإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود. رابعا سيد الوزير، نعتبر في الفريق الحركي أن إحداث مخازن للمواد الغذائية والأغطية والأدوية وإستبلات الماشية في المناطق المعروفة بموجة البرد والصقيع قبل حلول موسم البرد من الإجراءات الاستباقية الضرورية لتدبير هذه الأزمة بالتعاون مع الجماعات الترابية وتحت إشراف السادة الأولى. وشكرا. شكرا سيد المستشار. الكلمة لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. سيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، نثمن جواب السيد وزير الداخلية ونقدر عاليا المجهودات الجبارة التي تقوم بها جميع قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية، وهي المجهودات التي كان لها الأثر الكبير في السنوات الأخيرة في دعم ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية في مواجهة تداعيات البرد وتساقط الثلوج، وهو الأمر الذي كان له انعكاس مباشر على وضعية تلك الساكنة في هذه المرحلة من السنة، كما جنبتنا أن نشاهد مجددا صورا لمواطنين أو مواطنات انقطعت بهم السبل بسبب محاصرة الثلوج أو يعانون من غياب الأفرشة أو التدفئة التي تقيهم قساوة البرد. لقد أكد تنظيم المستشفيات العسكرية في بعض المناطق الأكثر تضررا في الأعوام الأخيرة من تداعيات تساقط الثلوج وموجة البرد عناية جلالة الملك حفظه الله السامية التي ما فتئ يسبغها على ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، حيث مكنت تلك المستشفيات وعبر الخدمات الطبية المتعددة والدقيقة من تقديم الرعاية الصحيحة لتلك الساكنة، خصوصا أنها ما زالت تعاني من هشاشة العرض الصحي ومن قلة الأطر الصحية العاملة بالقرى والمداشر التي تسكنها. فإذا كانت وزارة الداخلية ومن خلال السادة العمال في الأقاليم لم تألو جهدا في تنفيذ المخططات الإقليمية لتدبير ومواجهة الانعكاسات السلبية للتقلبات المناخية على ساكنة العالم القروي وفي المناطق الجبلية والسهر على تفعيل تلك المخططات، فإن باقي القطاعات الحكومية المعنية مدعوة وعلى وجه الاستعجال إلى تعزيز البنية التحتية
من الطرق والمستشفيات والمدارس بتلك المناطق، وذلك بغية تأهيلها التأهيل الدائم والمستدام الذي يجعل المواطنين والمواطنات في تلك الأقاليم يتمتعون بسائر شروط العيش الكريم في جميع الظروف والأحوال. وإذا كان الجميع اليوم يؤكد الدور المركزي الذي تلعبه الإدارة الترابية في اتخاذ التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقط الثلوج في العالم القروي والمناطق الجبلية، فإن باقي القطاعات الحكومية وكذا الجماعة الترابية مدعوة هي الأخرى إلى توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإسعاف المواطنين والمواطنات الذين يعانون مع هطول الأمطار أو التساقطات الثلجية. وحيث أن المناسبة شرط، لا يمكن أن نغفل التنويه بذلك العمل المهم والمكمل لعمل السلطات العمومية التي تقوم بها العديد من الجمعيات والتي مكنتها البرامج المسطرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تطوير إمكانياتها وطرق تدخلاتها ودعمها للفئات الهاشة في العالم. شكرا سيدة المستشارة المحترمة. في المناطق الجبلية. كلمة للسيد الوزير لرد على التعقيبات. سيد الرئيس، اللي بدي اللي نقول هو في البداية الله يرحمنا، يعني مازال ننتظر إن شاء الله الشتاء، لكن بعد ما نطيق على الفخاصات مهول في نهاية الأمطار، كنتمنى سيد ربي أنه يرحمنا في القريب من الأيام إن شاء الله. من جهة أخرى، كيف السنوات الفارطة فجميع القطاعات مستعدة على أتم استعداد لمواجهة أي احتمال لمواجهة موجات البرد القارس ولا الثلوج ولا انقطاع الطرق بسبب تساقط الأمطار ولا الثلوج، فالكل على أتم استعداد. وكما السنوات الماضية كنتمنى أن هذه السنة إن شاء الله تحب بعدها شوية الشتاء والساعة إن شاء الله ندخلوا بما يلزم من الجدية والعمل المثابر، وشكرا. شكرا سيد وزير. نشكر السيد وزير على مساهمته القيمة معنا في هذه الجلسة، وطبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام. واش غنهضروا على محاكمة عادية؟ تصوروا غير شخص واحد اليوم مفروض أنه غادي يبات ليلة وحدة في الحبس لأنه ما تبتعش. شكرا السيد المستشار المحترم. شكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. الكلمة لمعالي الوزير في حدود 4 دقائق. شكرا سيد الرئيس. تأكد الزميل المحترم سيد النائب المستشار، عفوا سيد المستشار المحترم، بأنه هنا تتبادل الأمور، ما تنساش أن أصلي محامي وأنه يحز في النفس هذا النقاش اللي كاين بيني وبين هيئة المحامي، ولكن نحن أنا وزير مسؤول على حسن تطبيق القانون وتطبيق القانون. هناك قانون، قانون صدق على البرلمان ديال الاحترازات الوقائية، هناك مرسوم محدد، والمرسوم في المادة الثالثة ديالو كيقول، المرسوم ديال 22/292 كيقول وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بصدمة ناشرة وبلاغات، والحكومة صدرت بلاغ وكتقول للجواز. أنا هنا باش نطبق القانون، ما يمكنش نجلس مع شي واحد ونقول له أنا وزير في دولة نقول له لا ما غادي نلغيو القانون. أكثر من هكا، درنا الاتفاق الثلاثي على شان فيه القضاة وفي النيابة العامة وفي حنايا كوزارة العدل، هذا قرار ديال المحكمة الدستورية أن الإدارة القضائية في جميع عملها الإدارية والمالية مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية والقضائية. خصني ندير أدريس، كبرنا بالسادة المحامين وذلنا الاجتماع الثلاثي بين السيد وكلاء العامين والرئيس المحكمة والرئيس الأول والسادة المحامين، واتفقنا عطينا 10 أيام للأجل وقلنا لهم هاش غادي نديروا، واشتغلنا معهم بحسن نية. رغبتنا شنو هو؟ تطبيق القانون، كل شيء يمكن نديرو في هذا البلاد الا تطبيق القانون، ماشي برلمان مات او حيا، هذا قانون صدق عليه البرلمان، والا نلغيو الاحكام كلها والقوانين كلها ما يمكنليش. انا هنا باش نصر على تطبيق القانون. انا فاتح حوار اليوم، كان اللقاء بين الرئيس المنتدب السلطه القضائيه مع الساده المحامين، وباركته وجلست مع الساده المحامين، جلست مع السيد رئيس جمعيه هيئه المحامين وباركته، قلنا نديروا عمل مشترك، نديروا مراقبه مشتركه، ولكن راه المحكمة وقلنا المحامين كبرنا بهم ودنا معهم الاجتماع الثلاثي، وما قلنا ما درناش مع العدول، ما درناش مع السخون، ما درناش مع الخبراء، كلهم كيشتغلوا في المحكمة. ولكن باش يمكن لي تطلب مني أنني نلغي قرار المحكمة، عفوا الحكومة، وقرار ومرسوم منصوص عليه وتعطي السلطات ديالو، دابا شنو المطلوب؟ اللي مطلوب بغاو يدير التعاون معنا مرحبا، بغا يديروا المراقبة المشتركة مرحبا، بغيت يفتحوا الحوار بحضوركم وحضور ممثلي الأمة مرحبا،
ولكن في حدود لا يطلب مني بإلغاء القانون الذي صدقتم عليه أنتم. السلطة الشرعية كانت أو ما زالت هناك استمرارية الدولة، ماشي لأن واحد مستشار مات خصني نلغي القانون لأنه ما كاينش مستشار. إلا هناك دولة وهناك قانون وهناك إجراءات. لذلك اسمح لي السادة المحامي كيطلبوا اللي يبغى، ولكن ليس لحق في هذا البلد أن يطلب من وزير بإلغاء القانون أو عدم إعماله. وإلا هذه الدولة تفككت، هذه دولة 12 قرن وهي موجودة، ما عمر زعزعة شي واحد، ما عمر يزعزعة شي واحد، ماشي فئة. لذلك أنا كطلب السادة المحامي من هذا المنبر أنهم يجيو للحوار، ولكن يتحمل مسؤوليتهم. راه 80% من السادة المحامي راه دايرين تلقيح، نفتحوا حوار، ولكن هما تيعرفوا وانا كنعرف، وكنعرف التمسك ديالي بالقانون، وكنعرف كيفاش ان المحامين حريصين على تطبيق القانون، اجي نشتغلوا بشكل مشترك، اجي نتعاونوا بشكل مشترك لتطبيق القانون. لانه الا تخرق القانون او الا ما طبقنا القانون في هذه الحاله ما غنطبقوه في حالات اخرى، وغدا في الشارع ما غيتحترمش. هناك دوله هناك قانون ويجب ان تطبق القانون، والدور ديال المحامي انت كتعرفوا وانا كنعرفوا هو الحرص على حسن تطبيق القانون. احنا طبقناها، اعطيناهم الاجل، اجتمعنا معاهم، فتحنا لهم جميع المجالات، بغيو يظهروا هذا حقهم. ولكن ليس للمحامي الحق ان يمنع مواطن من دخول المحكمه، ليس له الحق ان يمنع زميل، لان المحامي كيدافع على الحريات، وبالحريات ان واحد ما متفق معك بغي يدخل المحكمه يرفع باش يتهجموا عليه. لان هذا هو الدور ديال المحامي، هو ان يموت من اجل حمايه حريه الاخر. هذا هو المحامي، كيدافع على حريته ولكن يختلف معك، ولكن مستعد يموت باش يدافع لك على حريتك انت. هذا هو المحامي، ماشي من الناس اللي يدخل المحكمة. شكرا معالي الوزير، نشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة، وبهذا نكون قد استوفينا جدول أعمال هذه الجلسة. شكرا لمساهمتكم ورفعت الجلسة.